وي من يومنا والله وقلوبنا كويس وبقت لنا احلى فرحة ومعاها بتنس حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويس وبقت لنا احلى فرحة ومعاها بتنس الليل طول شوي عالصحبة الحلوة دي الليل طول شوي عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي الغالي غالي علينا غالي والغالي علينا غالي الغالي غالي علينا الغالي علينا علينا غالي ولا عمره حيتناسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة الغالي غالي علينا غالي والغالي علينا غالي الغالي علينا غالي يا ليلي بعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا يا ليلي بعت سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا يا ليلي بعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا وبدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة دور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة وبدور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة دور أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة بدور أفراح غنوة يجعل أيامنا حلوة دور أفراح غنوة يجعل أيامنا حلوة وبدور أفراح غنوة يجعل أيامنا حلوة دور أفراح غنوة يجعل أيامنا حلوة وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة يا دنيا نطول شوية عالصحبة الحلوة دي يا نطول شوية عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي الغالي غالي علينا غالي والغالي علينا غالي ولا ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة حلوين بقدم أحلى فرحة ومعانا بتمسى يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي والغالي علينا غالي الغالي غالي علينا غالي
غالي غالي علينا غالي. اه الشوق سهران ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانة فرحانة لفرحنا. الشوق سهران ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانة فرحانة لفرحنا. والشوق سهران ويانا والحب يضمنا والدنيا اهي فرحانة فرحانة لفرحنا. وصحينا عالاماني نفرح بالحب تزاني. صحينا عالاماني نفرح بالحب تزاني. وصحينا عالاماني نفرح بالحب تزاني. صحينا عالاماني نفرح بالحب تزاني. وصحينا عالاماني نفرح بالحب التاني. 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 نفرح بالحب تاني. صحينا عالاماني نفرح بالحب تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ويا غلا بكم جميعا يا شباب. يا رب دايما حلوين وأيامكم حلوة ودايما تكونوا بألف خير. هنبدأ مع بعض دلوقتي حبايبنا الغاليين نتكلم على العملي بتاع الموتور نيرفوس سيستم. والعملي بتاع الموتور يا حبيب قلبي الغالي بداية بنتكلم فيه عن الريفلكسس، تمام؟ زي ما قلنا قبل كده زمان أثناء الشرح أن أساس عمل السي إن إس بتاعك هو الريفلكس، تمام؟ الريفلكسات عندنا بنقسمها في العملي إلى نوعين، سوبرفيشيال ريفلكسس وديب ريفلكسس. طب بناء على إيه يا دكتور؟ بناء يلا على حسب مكان الريسبتور فيه. هو أي أصلاً ريفلكس بيتكون من كذا حاجة زي ما أنت عارف. فأول حاجة لازم يكون عندك استيميلوس، بعد كده لازم يكون عندك ريسبتور يستقبل هذا الاستيميلوس، بعد كده بيطلع من الريسبتور عصب رايح للسي إن إس بنسميه الأفرنت. طيب رايح للسي إن إس، السي إن إس ده يعتبر السنتر. بعد كده السي إن إس لما تروح له المعلومة عن طريق الأفرنت بيتخذ فيها قرار، القرار ده بيبعته عن طريق عصب طالع من السي إن إس رايح للأورجان. طيب طالع من السي إن إس رايح للأورجان فكنا بنسميه إفرنت. طيب رد الفعل نفسه كان اسمه ريسبونس، تمام؟ ده يا ابني سريعا كده زي ما قلنا قبل كده 100 مرة مكونات الريفلكس. طيب على انهي اساس يا دكتور بتقول ان احنا هناخد سوبرفيشال وديب ريفلكسز؟ ليه السوبرفيشال ريفلكس سميته سوبرفيشال ريفلكس؟ حسب مكان الريسبتور فين. فمثلا احنا عندنا يا دكتور ريفلكس اخذناه زمان اسمه كورنيال ريفلكس. اسمه ايه؟ كورنيال ريفلكس. كنت بجيب قطنه زي الشكل اللي قدامك ده تعتبر استيميلوس، واعمل ايه يا دكتور؟ واقوم لامس بيها الكورنيا فبتلاقي العين ايه عملت بلينكينج، غمضت عينك، بروتكتيف ريفلكس، تمام. وفي ريفلكس اخر اخدناه برضو يا دكتور اسمه ايه؟ اسمه اللايت ريفلكس، اهو بتاع الكشاف. لايت ريفلكس كنت بجيب ضوء الكشاف يا دكتور اسلطه على عينيك كان بيحصل ميوزس في العين. الريسبتور اللي بتعمل الكورنيا ريفلكس او اللايت ريفلكس الموجوده سوبرفيشال، وبالتبعيه يا دكتور اسمهم سوبرفيشال ريفلكسز. طب ايه كمان من ضمن السوبرفيشال ريفلكس يا دكتور؟ حاجه اسمها بلاتال ريفلكس. ريفلكس اخر اسمه ايه؟ بلاتال ريفلكس. وتعالى اشرحه لك كده سريعا. بص يا ابني معايا، طبعا كل السلايد دي مش مهم عشان تبقى فاهم يعني، بس ده زي مقدمه يعني. يعني كلمه بلاتال ريفلكس؟ عارف يالا السوفت بلات موجود فين؟ السوفت بلات هو الحته اللي ورا دي اهي، في اخر سقف الحلق من ورا، ادي السوفت بلت. طب انت عارف السوفت بلت دي وظيفتها ايه؟
السوفت بلدي وانت بتبلع ميه او ريقك او بتبلع الاكل بيحصل لها اليفيشن وتطلع لفوق علشان تقفل فتحه النيزل كافيتي. تمام؟ طب حلو. انا لو جيت يا دكتور باي حاجه وعملت التاتش للميوكوس ميمبرين بتاع السوفت بلد، يعني لمسته. حلو. لو انت يلا الاستيمولس بتاعك ايه؟ اول حاجه هتكلم عنها الاستيمولس. ايه يا دكتور الاستيمولس؟ ان انا هعمل تاتش للسوفت بلد. لما جيت تعمل تاتش للسوفت بلد، الاستيمولس دوت يا دكتور في ريسبتور موجود في السوفت بلد. طب خلي بالك من حاجه، هو السوفت بلد ده مش حاجه سوبرفيشال، حاجه بره؟ ايوه، فيعتبر سوبرفيشال ريفلكس. ادي عندك ايه؟ الاستيمولس. انا لمست او عملت تاتش على الميوكوس ميمبرين اللي بيغطي السوفت بلد من بره. طب حلو، في ريسبتور هيحس اللمس ده وينقله يا معالي الدكتور المحترم عن طريق عصب. العصب اللي طلع ده اسمه ايه؟ ده اسمه الافرنت، صح ولا مش صح؟ اهو. طب الافرنت ده يا دكتور هو العصب كرينيال نيرف رقم 9 اللي هو الجلوسوفارينجيال، وهيروح لفين بقى؟ هيروح على سنتر. طب السنتر بتاعنا هنا فين؟ عندنا المخ، وفي مكان تحت المخ اسمه جذع المخ او البرين ستيم، والذي ينقسم الى ثلاث اجزاء. اول جزء كان الميد برين، ثم البونز، ثم الميدال. ده مين كده؟ ده البرين ستيم او جذع المخ. تمام؟ اهو يا دكتور السنتر موجود في المكان ده اللي هو اخر واحد من جذع المخ اللي اسمها ايه؟ الميدالا اوبلونجات. دي تعتبر السنتر. بيروح الافرنت يدي السنتر المعلومه ان حصل استيمولس للسوفت بلد. فالسنتر ده يا دكتور يعمل ايه بقى؟ يبعت عصب افرنت. العصب الافرنت بيطلع من السي ان اس يروح لمين؟ يروح للسوفت بلد. طب الافرنت اللي طلع ده يا دكتور هو العصب رقم كام؟ ده اسمه ايه؟ افرنت. يعني خارج من السي ان اس رايح يا دكتور للاورجان. الافرنت ده هو الكرينيال نيرف رقم 10 اللي هو ايه؟ اللي هو الفيكس نيرف. خلاص؟ تمام. طب ايه هو الريسبونس؟ اخر حاجه بقى بتحصل ايه؟ الريسبونس. الريسبونس يا صديقي العزيز عباره عن اليفيشن اوف السوفت بلد. عباره عن ايه؟ اليفيشن اوف السوفت بلد. بهدف ايه يا دكتور؟ بهدف ان اثناء ما انت بتبلع الميه او الاكل تتقفل عندك فتحه النيزل كافيتي من ورا، ولما تتقفل فتحه النيزل كافيتي الميه اللي بتبلعها والاكل دي ما تدخلش جوه النيزل كافيتي. دي يا دكتور مجموعه من الريفلكسات. كل الريسبتورز اللي موجوده سواء كورنيال او وايت او بلاتي الريفلكس موجوده سوبرفيشال، اذا هم يخضعوا تحت مين؟ تحت السوبرفيشال ريفلكس. تمام؟ طيب ما زلنا مستمرين في السوبرفيشال ريفلكسز، ونتكلم بقى على الحاجات المهمه اللي هتيجي عندك في الامتحان. الكلام ده يا ابني زي مقدمه كده مش مهم، خلاص؟ يعني نتكلم بقى على الاهم، فركز معايا علشان نكمل. هنتكلم بعد كده يا دكتور المحترم بنستكمل السوبرفيشال ريفلكسز والريفلكس رقم 3 اللي هنتكلم عليه الابدومينال ريفلكس. سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس. تمام؟ طيب كلام جميل جدا. بص معايا حبيب قلبي الغالي. اللي قدام سيادتك ده السباينال كورد، ده مين؟ السباينال كورد او الحبل الشوكي. وده طبعا اللي قدامك الجرافيك الجميل ده يمثل الابدومينال مصر. طيب السباينال كورد ده بيتكون من مجموعه من السيجمنت، صح ولا مش صح؟ تمام. من اول تي 7 لعند تي 12، يعني من اول السيجمنت رقم تي 7 لعند ثراسك رقم 12 يا دكتور، هم دول السنتر بتوعنا. دول مين يالا؟ دول السنتر بتوعنا. اي نعم هنقسمهم كمان شويه، بس انا عايزك تعرف ان السنتر من تي 7 لعند تي 12. خلاص؟ في اعصاب باللون الاصفر قدامك اهو. الاعصاب دي طالعه من السباينال كورد رايحه تغذي الابدومينال المصري. الاعصاب دي يا حبيب قلبي الغالي المحترم اعصاب موتور. اعصاب ايه؟ اعصاب موتور. خلاص؟ طيب اول حاجه في اي ريفلكس ايه هي؟ الاستيميروس. طيب بالنسبه للاستيميروس يا دكتور، ايه هو الاستيميروس؟ قال لك والله هتجيب بلانت اوبجكت او سلايتلي شارب، حاجه مش حاده. اشهر حاجه بنعمل بيها الريفلكس ده مفتاح. هتجيب المفتاح، والمفتاح ده يا دكتور تعمل بيه ستروكينج، يعني تعديه كده على الجلد بتاع بطن العيان. خلاص؟ لقينا يا حبيب قلبي الغالي المحترم ان انت لما تعمل، بص هنا معايا، لما تعمل ستروكينج على بطن العيان، وهوري لك فيديو دلوقتي الريفلكس زي ما احنا متعودين، هخليك كده تطبق نظري وعملي دلوقتي. هوريك ريفلكس بتعمل في الحقيقه بالظبط ازاي زي ما انا معودك. يا حبيب قلبي الغالي لو انا جبت يلا زي مثلا كي او مفتاح. تمام؟ يعني حاجة بلانت، حاجة مش حادة، وجيت مشيتها كده خدشت بيها بطن العيان بالراحة.
نلاقي ان العضلات بتاعت الابدومين المصري اللي موجوده يا دكتور تحت ممشيه المفتاح بتعمل كونتراكشن او تنقبض. بتعمل ايه؟ بتعمل كونتراكشن او تنقبض. طيب ثواني بس، طيب يا دكتور في تغيرات بتحصل؟ ايوه. هو المكان اللي قدامك ده اسمه ايه؟ دي الامبلايكس، او في روايه اخرى امبليكس، انطقها زي ما تحب بقى، فاهم؟ ادي يا دكتور الامبليكس اهي اللي هي السره يالا. خلاص بص معايا يا دكتور، ادي ناحيه الرايت في البطن، وادي ناحيه الليفت. ليه يا دكتور بتعرفني كده؟ عشان بس انكشك بسؤال. لو ناحيه الرايت انا خدشت عليها من بره كده بكي او بمفتاح، المفروض ان العضلات بتنقبض، فالامبليكس اللي قدامك دي تتشد ناحيه الناحيه اللي انقبضت. ما هو ناحيه اليمين دي لو انقبضت يا دكتور هتنقبض كده، فتشد الامبليكس ناحيه ايه؟ ناحيه الجزء اللي حصل له استينوس، ناحيه الجزء اللي انقبض. خلاص؟ طيب كلام جميل جدا. احنا بقى يا دكتور بنقسم الابدومن او البطن اللي قدام حضرتك ده الى جزئين، فيما هو اعلى الامبليكس above الامبليكس، وفيما هو below الامبليكس. خلاص؟ يعني فوق السرة حاجة وتحت السرة حاجة. طب ليه بتقسمهم كده؟ علشان يا حبيب قلب الغالي، فوق السرة هسميه الأبر أبدومينال ريفلكس، وتحت السرة هسميه لور أبدومينال ريفلكس. عارف يلا قسمتهم ليه؟ علشان أقول لك السنتر. لو هو قال لك في الامتحان أبوف الأمبليكس يعني فوق السرة، فالسنتر عندك هيكون من تي 7 لعند تي 10. ولو قال لك يا دكتور لو او بيلو الامبليكس، او ممكن يقول لك لوور ابدومينال ريفلكس، فهو يقصد بها يا دكتور ان السنتر من تي 10 لتي 12. فهمت الفكره؟ طيب كلام جميل. يبقى انت الاستيمولس بتعمل ستروكينج بالمفتاح على بطن العيان. خلاص؟ ايه يا دكتور الريسبونس اللي بيحصل؟ ايه هو بقى الريسبونس؟ بنلاقي يا دكتور حدث الاتي: كونتراكشن، اهو انقباض في الابدومينال ماسل يا معالي الدكتور المحترم، اهو كونتراكشن اوف الابدومينال ماسل. طيب الابدومينال ماسل دي لما تنقبض بتشد الامبليكس ناحيه الجزء اللي انقبض، يعني توورد الاستيميريتد سايد، يعني بيحصل ديفيشن، يعني شد للامبليكس توورد الديفييتد توورد الاستيميريتد سايد. خلاص؟ يبقى نقول كده سريعا تاني الابدومينال ريفلكس. طيب يجي واحد يسالني سؤال يقول لي طب هو ليه الجسم بيعمل كده از بروتكتيف ريفلكس يعني؟ فاهم قصدي؟ سنس عايز يحمي منطقه الابدومين او البطن. في طبعا اهميه اخرى كنا بنحدد بيه مكان الليجن في السباينال كورد، دي مذكوره في النظر. خلاص؟ طيب يبقى السوبرفيشال ابدومينال ريفلكس الاستيمولس بجيب بلانت اوبجكت او سلايتلي شارب اوبجكت زي الكي او المفتاح او قلم، وامي ماشيه عامل بيه سكراتشنج على بطن العيان او ستروكنج على بطن العيان على السكين بتاع الجلد. خلاص؟ فوق السره يعني فوق الامبليكس ده يعتبر يا دكتور ابر ابدومينال ريفلكس، السنتر بتاعه من تي 7 لعند تي 10. طيب تحت الامبليكس يعتبر لور ابدومينال ريفلكس، يعني السنتر بتاعه من تي 10 لعند تي 12. خلاص؟ طب كلام جميل جدا. ايه الريسبونس اللي بيحصل؟ المكان يا دكتور اللي بمشي عليه المفتاح، العضلات الابدومينال المصري اللي تحتيه بتنقبض، بتعمل كونتراكشن او انقباض از بروتكتيف ريفلكس. خلاص؟ ادي يا عم سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس. ليه سميته سوبرفيشال؟ لان انت هلا الاستيمولس بتاعك حك الجلد من بره السكن، اذا الريسبتور موجود في السكن من بره، اذا الريسبتور موجود سوبرفيشال، فده يعتبر سوبرفيشال ريفلكس. تعالى اوري لك فيديو ازاي السوبرفيشال ريفلكس ده سوبرفيشال ابدومينال ريفلكس بنعمله علشان نكمل. Now test for the abdominal reflex. Lightly draw the end of a pointed but not sharp instrument across the four quadrants of the abdomen. You can use an orange stick or the pointed end of the patella hammer. Avoid scratching the patient's skin as the abdomen is a tender area. A normal reaction would be contraction of the abdominal muscles. تعالى نتكلم بعد كده يا حبيب قلبي الغالي المحترم عن حاجة اسمها البلانتر ريفلكس. نتكلم عن مين؟ عن البلانتر ريفلكس. بص يا دكتور بكل بساطة الكلام ده خدناه قبل كده في النظري، بس أنا يعني هنعمل مور أند مور فوكس عليه علشان طبعا العملي زي ما حضرتك فاهم. احنا يا دكتور هنجيب برضو مفتاح. هنجيب ايه؟ هنجيب مفتاح
وهنيجي يا دكتور على بطن رجل العيان، بس دي ايدك يا دكتور اعتبرها هي بطن رجل العيان، خلاص ادي الرسمه قدامك اهو، وهمشي المفتاح ده من عند كعب رجل العيان ناحيه بره يعني ناحيه اللاترال، واطلع كده مع اتجاه السهم الاسود قدامك اهو يا دكتور لعند الصباق الصغير، بعد كده عند الجدر بتاع الاصابع ادخل ناحيه الميديال، يعني بحك يا دكتور بص هعمل لك بسهم جديد اهو، بحك رجل العيان يلا بالمفتاح بسيطا بالشكل ده كده مع اتجاه السهم الاسود ده، شوف من كعب رجله لعند صباعه الصغير، بعد كده بدخل ميديالي بالشكل ده، تمام؟ ده اللي انا بعمله، ده الاستيمولس بتاعي. عارف لقينا ايه اللي بيحصل؟ لقينا ان حصل فليكشن في رجل او في اصابع رجل العيان. بيحصل ايه يا دكتور في النورمال او الطبيعي؟ حصل فليكشن في اصابع رجل العيان. طب تعالى نتكلم بقى بالتفاصيل شويه. يا دكتور يا محترم ده اسمه بلانتر ريفلكس. اول حاجه ايه هو الاستيمولس؟ زي ما احنا متعودين اركان الريفلكس، اول حاجه في اركان الريفلكس هي الاستيمولس، ان انا بعمل سكراتش لبطن رجل العيان، ببدا منين يا دكتور؟ ناحيه اللاترال اسبكت، ادي عم ناحيه اللاترال اسبكت، ناحيه اللاترال في رجل العيان، بتبدا منين يا حبيب قلبي الغالي المحترم؟ بتبدا يا دكتور على السول يعني بطن رجل العيان، بتبدا من عند الكعب يعني من عند الهيل بالشكل قدامك ده، تطلع لفوق ناحيه مين؟ ناحيه اللاترال، لعند فين يا دكتور؟ لعند الصباع رجله الصغير، يعني لعند الليتل تو، اهو عند الليتل تو. بعد كده بتدخل يا دكتور ميديالي، بعد كده تدخل فين؟ ميديالي، عند البيسس اوف الايه؟ عند البيسس اوف الفينجر، بتدخل ناحيه الميديال اهو، لعند الصباع رجل العيان الصغير اللي هو البيك تو. فهمت يا ابني احنا بنعمل ايه؟ ده مين كده؟ ده الاستيمولس. طب حلو، في يا دكتور يا محترم يا موقر عصب افرنت خد الاستيمولس ده وراح جاري نقله على مين؟ نقله للسينياس. فين؟ السباينال كورد. طيب السنتر في السباينال كورد لقيناه ان هو اس 1 واس 2، يعني ساكرال 1 وساكرال 2. خلاص؟ ده مين؟ ده يا دكتور السنتر. طب ايه هو الريسبونس في النورمال او الطبيعي؟ اهو نورمالي. لقينا ان الريسبونس يا حبيب قلبي الغالي المحترم بيحصل بلانتر فليكشن في كل الاصابع بتاعه رجل العيان، بيحصل ايه؟ الريسبونس نورمالي بلانتر اهو فليكشن اوف اول توز، يعني يا دكتور يا محترم بيحصل فليكشن في كل اصابع رجل العيان. خلاص؟ طيب هذا الريفلكس من الممكن يا دكتور ان يكون اب نورمال، من الممكن ان يكون ايه؟ اب نورمال، يعني في مشكله. طيب هو هيكون اب نورمال ازاي؟ لقينا ان الريفلكس ده لو كان اب نورمال جينا عملنا الريفلكس لقيناه ما عملش بلانتر فليكشن في كل التوز، امال عمل ايه يا دكتور؟ عمل حاجه اسمها فانينج، يعني لقينا ان صباع الرجل الكبير اللي قدام حضرتك ده حصل له حاجه اسمها دورسي فليكشن، يعني رجع لورا صباع الرجل الكبير او البيج 2، حصل له ايه يا دكتور؟ ادي البيج 2 حصل له دورسي فليكشن. خلاص؟ وباقي الأصابع بتاعة رجل العيان حصل لها حاجة اسمها فانينج، يعني فتحت زي المروحة بالشكل قدامك ده. مين يا دكتور اللي شاف المنظر ده أول واحد؟ بابينسكي، فسماها على اسمه وبالتبعية سمينا ده بابينسكي ساين. سميناه إيه؟ بابينسكي ساين. ده مين؟ ده بابينسكي ساين. طيب عندي بقى هنا يا دكتور سؤال، يا دكتور هل من الممكن ان يكون في ابنورمال بلانتر ريفلكس يعني بوزيتيف بابينسكي ساين وما خافش ويكون ده نورمال او طبيعي؟ اي نعم يا دكتور، بابينسكي ساين دي ممكن تكون موجوده فيسيولوجيكالي، يعني ما فيش اي باثولوجيك
امتى يا دكتور يا محترم؟ قال لك في الانفانت، في العيال الصغيره اللي هي يا دكتور يا محترم اقل من واحد يير، اقل من سنه، عمر اقل من سنه. طيب وتعالى افهمك ايه اللي بيحصل. بص يا حبيب قلبي الغالي المحترم، الريفلكس اللي قدامك ده يعتبر ايه؟ سباينال ريفلكس. يعني ايه يا دكتور البلانتر ريفلكس؟ هو سباينال ريفلكس، يعني السنتر بتاعه في السباينال كورد. نقول تاني، يلا انا لسه قايل لك من شويه ان السنتر S1 وS2، يعني السنتر موجود في السباينال كورد. السباينال كورد لو هيعمل الريسبونس لوحده هيعمل بابينسكي ساين. نقول تاني، السباينال كورد لوحده لو هيعمل الريسبونس هيعمل بابينسكي ساين. يعني السباينال كورد لو هيعمل الريسبونس ده لوحده يعمل يا دكتور دورسي فليكشن في البيك 2 ويعمل فاننج في باقي الاصابع بتاعت رجل العيان. طيب العيل الصغير اقل من سنه لسه بيبدا يتعلم المشي، فاول ما العيل دوت بيقف ايه اللي بيحصل؟ بنلاقي اصابع رجله بقت مفشقه ويقع تاني. فمين مش عاجبه الوضع؟ الكورتكس، البرين. مين يلا الهاير سنتر؟ الكورتكس. تقوم الكورتكس يا دكتور بعت اشارات عن طريق السباينال كورد، بعت اشارات على السنتر على S1 وS2 تعدل من هذا الريسبونس، تخلي الريسبونس في النورمال او الطبيعي اللي هو يكون فيه بلانتر فليكشن في كل اصابع رجل العيان. طب العيل الصغير اللي لسه مولود لسه يلا ما حصلش ماتيوريشن كافي او مايلينيشن كافي للاعصاب بتاعت السي ان اس بتاعه، وبالتبعيه البيراميدال تراك. هو اصلا يعني كلمه بيراميدال، احنا اتفقنا زمان ان انا عندي يا دكتور في اعصاب او سلوك نازله من السي ان اس، نازله من فوق للسباينال كورد، اسمها بيراميدال واكسترا بيراميدال. طب هي نازله تعمل ايه؟ نازله تعدل وتغير من الريسبونس بتاع السباينال كورد، بل وتتحكم فيه لانها اعلى منه، زي ما وضحت الكلام ده زمان. طب حلو قوي، وبالتبعيه يا حبيب قلبي الغالي المحترم نفهم مع بعض، العيل الصغير اللي قال لي من سنه ده لسه بيتعلم المشي، لسه يلا السي ان اس بتاعه والبيراميدال تراك بتاعته يا دكتور لسه انمايلينيتد، المايلين شيس ما تكونش حواليها بشكل كافي، وبالتبعيه لسه بيحصل لها ديفلوبمنت اكتر واكتر. فالعيل دوت الريسبتور بتاعه او اسف الريفلكس بتاعه يا دكتور في البدايه يعمل بابينسكي ساين ويفضل يقع لحد ما مين يا دكتور يصلح؟ يحصل مالينيشن كويس للبيراميدال تراكت، ينقل اشارات عصبيه من الكورتكس مش عاجبها الوضع، تنزل على الاس 1 واس 2 تعدل من الريسبونس، خلي العيل اول ما يقف يضم رجليه كلبش يمسك في الارض فما يقعش. يبقى من الممكن فيسيولوجيكال او طبيعي العيل اقل من سنه يظهر عنده بابينسكي ساين وما خافش. انت لو جيت لعيل لسه في اللفه يالا اقل من سنه وجبت القلم بتاعك او المفتاح وحركته على اللاترال اسبكت بتاع البطن رجله هتلاقيه عمل بوزيتيف بابينسكي ساين. هل ده فيه مشكله؟ لا ده ما فيهوش مشكله. فاهم الفكره؟ طيب فين كمان يا دكتور ممكن يحصل؟ قال لك اثناء الديب سليب، واحد نايم بس ايه اشبه ما يكون بنوم عميق ما بيصحاش فيه. لو جيت احيانا قالوا ان في بعض الناس اللي نومها بيكون تقيل شويتين، جينا عملنا لهم يا دكتور بلانتر ريفلكس لقيناه استجاب بابنورمال بوزيتيف بابينسكي ساين. طب ده ليه؟ لان يلا وانت نايم بيحصل ديبريشن على السي ان اس والكورتكس بتنام وبتريح، وبالتبعيه الموديفيكيشن او الاعصاب اللي نازله من الكورتكس من فوق عشان تعدل هذا الريفلكس مريح. فقالوا اثناء الديب سليب احيانا يا دكتور يظهر بوزيتيف بابينسكي ساين وده ما فيهوش مشكله. خلاص؟ طب حلو. امال امتى يا دكتور يكون باثولوجيكال؟ امتى يا معالي الدكتور المحترم؟ ده مين يلا؟ ده الفسيولوجيكال. امال امتى يا دكتور يكون باثولوجيكال بقى؟ يعني امتى يكون بسبب مشكله؟ تعال اقول لك. لو عندك مشكله فوق في الكورتكس فوق او في الاعصاب اللي نازله، يعني عندك ابر موتور نيرون ليجن، يبقى ممكن يكون باثولوجيكال في الاتي. رقم واحد، ابر موتور نيرون ليجن اللي جايب التعديل من الكورتكس فوق ينزله علشان يعمل موديفيكيشن على السباينال كورد اهو اتقطع، وبالتبعيه الابر موتور نيرون ليجن تعمل بوزيتيف بابينسكي ساين باثولوجيكال. ده ليجن، ده مرض. ايه كمان يا دكتور يا محترم؟ الديب جنرال اناثيزيا، التخدير الكلي بيعمل ديبريشن على الاعصاب وعلى السي ان اس، فبالتبعيه يا دكتور المخ ينام والكورتكس تنام عشان ما تحسش بالبين او الالم. ده عيان متخدر، ديب جنرال اناثيزيا، وبالتبعيه هيبقى قلب الغالي لو جيت عملت له البلانتر ريفلكس يستجيب ببوزيتيف بابينسكي ساين اب نورمال.
وعيان الكوما، عيان يلا دماغه فصلت كوما، دخل في غيبوبة، ده فاقد للإدراك والفانكشن بتاعة الهاير سنتر، عيان في غيبوبة، وبالتبعية حيب قلبي الغالي المحترم الموقر. إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل يا حيب قلبي، إيه اللي يحصل؟ إن الكورتكس ما بتنزلش التعديل بتاعها على السباينال كورد، فالسباينال كورد هو اللي بيمشي الريفليكس، هو بيطلعه أبنورمال، لأن التعديل اللي نازل من الكورتكس عليه اتقطع بسبب الكوما أو الغيبوبة. حاجة كمان مكتوبة، recovery stage of the spinal cord shock. احنا قلنا زمان لو عيان يا دكتور جاي في حادثة واتقطع عنده السباينال كورد في الليفل ده، اتقطع السباينال كورد، الجزء اللي تحت ده ممكن يشتغل؟ هو ممكن يشتغل، ولكن بيقعد فترة علشان يشتغل. طب ليه؟ بص يلا معايا، في البداية العين بيفقد الريفلكس، مفيش ريفلكس خالص. طيب بعد كده الجزء اللي تحت ده جاي له بلوت سبلاي ويعتبر سنتر لوحده، بس كل المشكله انه فقد الاتصال العصبي اللي جاي من الكورتكس فوق، يعني فقد الموديفيكيشن والتعديل اللي بينزل من الكورتكس على السباينال كورد تحت، فالاس 1 واس 2 فقدت الاتصال مع الكورتكس فوق، فالعين ده بدا يحصل له ريكفري وبدا يخف شويه. اثناء الريكفري ستيج اوف السباينال شوك بيبدا يستعيد الريفلكسات. طب هيستعيد الريفلكس البلانتر ريفلكس يستعيده نورمال؟ لا، يستعيده بوزيتيف بالنسك ساين، يستعيده اب نورمال. طب ليه يا دكتور؟ لان العيان اس 1 واس 2 السنتر عنده فقد الاتصال مع الكورتكس اللي فوق، لانه حصل عنده قطع في السباينال كورد. فهمت يا ابني الفكره؟ ده اسمه ايه يا دكتور يا محترم؟ ده اسمه يا حبيب قلبي الغالي البلانتر ايه، ده اسمه البلانتر ريفلكس بالتفصيل. خلاص. طيب احنا كده خلصنا مين؟ احنا كده خلصنا السوبرفيشيال ريفلكسز اللي موجوده في الموتور. ركز معايا بقى علشان امزجك شويه كمان. اوكي تو وي ار جوينج تو بيرفورم بلانتر ريفلكس. فاين، تو بيرفورم بلانتر ريفلكس وي هاف تو اوپن ذا هامر، سو يو ويل فايند ا پوائنٹڈ سرفيس هير، يو هاف تو سكراچ وذ ذس سرفيس. اوكي سو هاو تو پرفورم، وي هاف تو سكراچ فروم هیل ٹوورڈ ٹو then middle toward grade 2. Okay, so let's see, can you see the plantar flexion? Fine, let's see again. So this is the response is plantar flexion. If it's dorsiflexion, sinal de Babinski. O sinal de Babinski é pesquisado com o paciente decúbito dorsal com os membros inferiores estendidos. O examinador realiza a manobra de pesquisa do reflexo cutâneo plantar e, se positivo, ocorre a extensão do hallux, com os demais dedos podendo ou não apresentar abertura em leque. احنا كده يا شباب الحمد لله رب العالمين خلصنا السوبرفيشال ريفلكسز، ودلوقتي يا حبيب قلبي الغالي هنبدا نتكلم عن الديب ريفلكسز. اساس اي ديب ريفلكس هنتكلم عنه هو ريفلكس مهم جدا 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 اسمه الاسترتش ريفلكس. طبعا علشان حضرتك تكون فاهم الكلام اللي جاي انا بستاذن معاك ان انا هعود الادراج شويه وادخل بقى يا دكتور اعمل ايه، اشرح الاسترتش ريفلكس سريعا تاني علشان بس من اجل ان انا اعمل ريفرش لدماغك. نعود ادراجنا ونتكلم دلوقتي يا حبيب قلبي الغالي المحترم عن الاسترتش ريفلكس. كنت بقول لسيادتك زمان وبكرر تاني واعيد حاليا، اللي قدامك دي مصر تمام، فيها نوعين من الفايبرز، في فايبرز اللي هي العاديه اللي هي الحمراء اللي موجوده بره دي، واللي كنت بقول عليها يا معالي الدكتور المحترم اورديناري كونتراكتايل فايبرز. دي الفايبرز اللي بتنقط اللي فيها اكتين وميوسين، تمام تمام. ولكن جوه المصر لقينا موجود عندنا كبسول اهو شبه المغزل او السبندل، تمام، وجواه مجموعه اخرى من الفايبرز اللي هي باللون السماوي اللي قدامك ده. المجموعه الاخرى من الفايبرز اللي موجوده دي يا دكتور موجوده فين؟ جوه الايه، جوه الكبسول قدامك ده، فبنسميها انترا فيوزل ماسل فايبر. بنسميها ايه؟ انترا فيوزل ماسل فايبرز. وحقيقه الامر يا معالي الدكتور المحترم
اما الانترافيوزال ماسل فايبر ما هي الا ريسبتور، ما هي الا ايه؟ ريسبتور. هذا الريسبتور بيحس بالشد او الاسترتش، تمام؟ ولذلك هرجع واقول لك ايه كمان شويه، ان الانترافيوزال ماسل فايبر دي بتتكون عندك من جزئين، في جزء موجود جوه في مجموعه من النيوكلياي، هو ده يا دكتور الريسبتور، هو ده اللي بيعمل اللي بيحس بالاستيمولس او الاسترتش. امال الجزء اللي بره ده اسمه ايه اللي انا مظلله باللون الاحمر ده، سواء الحته دي او الحته دي وما الى ذلك؟ دي يا دكتور ناحيه البريفري، يعني ناحيه بره. اذا الانترافيوزال ماسل فايبر بقى، اؤكد تاني ان احنا ممكن نقسمها لجزئين، في جزء موجود في السنتر او في النص، فبسميه دكتور سنترال بارت، وفي جزء موجود في الاطراف تحت وفوق بالشكل قدامك ده ومظلله باللون الاحمر، ولذلك هسميه بريفرال بارت. والبريفرال بارت ده يتميز بان لديه القدره على الانقباض، فبقول عليه انه الكونتراكتايل بارت. تمام تمام يا دكتور. طيب اهو السبندر اللي موجوده في النص دي ما هي الا ريسبتور، بتحس بايه؟ بالاسترتش. عظيم جدا. طب بما انها بتحس بالاسترتش بتعمل ايه؟ اول ما تحس بالاسترتش يا دكتور تخلي المصل تعمل كونتراكشن. ولذلك لو انا جيت على المصل اللي قدامك دي وقمت مسكتها من التندر اللي تحت واللي فوق وشدتها كده، لما تشدها كده انت عملت عليها استرتش، فمين يستجيب؟ يستجيب يا حبيب قلبي الغالي المحترم الانترافيوزال ماسل فايبر. باي ذا واي الانترافيوزال ماسل فايبر ما هي الا ريسبتور للاسترتش، فيقوم طالع منها ايه؟ طالع منها يا دكتور عصب اهو بالشكل اللي قدامك ده كده باللون الاصفر اهو. العصب ده يا دكتور هيروح يعمل مونو ساينابس في الانتيريور هورنسيل مع عصب اخر يا صديقي العزيز اهو، ويطلع العصب ده يروح يغذي مين؟ يروح يغذي الاوردينري كونتراكتايل فايبرز، فيؤدي الى انقباض المصل او العضله، فالعضله لما تشدها بترد عليك بكونتراكشن علشان تستعيد الاوريجينال لينس، تستعيد الطول الطبيعي بتاعها. طب العصب ده اسمه ايه يا دكتور؟ ده العصب الالفا. خلاص تمام يا دكتور، ده كده يا ابني سريعا الريفلكس اللي قدامك. هزيدك من الشعر بيت واقول لك، طب احنا كده ما اتكلمناش عن البريفرال كونتراكتايل بارت، ما جبناش سيرتها في حاجه يا دكتور. ما هو العصب الافرنت ده طالع من المكان السنترال الذي يستجيب للاسترتش، امال ايه وظيفه المكان البريفرال الكونتراكتايل ده؟ هنا بقى هقول لك ان في موجود هنا عصب تاني اهو. العصب ده يا حبيب قلبي الغالي بيروح يغذي مين؟ بيروح يغذي البريفرال كونتراكتايل بارت فوق وتحت بالشكل ده. والعصب ده بسميه العصب الجاما. العصب ده بينزل عليه تحكم من فوق، سوبرا سباينال. هذا التحكم يا حبيب قلبي الغالي قد يكون فاسيليتاتوري باللون الاحمر، فبينزل يشغل العصب ده، يعني يعمل له ايه؟ فاسيليتيشن ويشغله، ولما يعمله فاسيليتيشن ويشغله يقوم عامل يا دكتور كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت وفي الانترافيوزال ماسل فايبر. تخيل الحته اللي فوق انقبضت واللي تحت انقبضت، فيحصل شد على السنترال بارت اللي موجود في النص، فيحصل يا دكتور انقباض في المصل. تمام تمام. وقد يكون هذا الكنترول اللي جاي من فوق يا حبيب قلبي الغالي انهيبيتوري، فبينزل يعمل انهيبيشن على مين؟ يعمل انهيبيشن على الجاما نيرون، ولما يعمل عليه انهيبيشن فيقلل الانقباض بتاع البريفرال كونتراكتايل بارت، فيقلل الاسترتش، فيقلل المصل كونتراكشن. طيب ده الريفلكس سريعا. في حاجه معتمده على هذا الريفلكس اسمها المصل تون. اسمها ايه؟ مصل تون. حابب افكرك وانت قاعد قدامي دلوقتي، لو جيت تمسك كده عضلات ايدك
او تحسس على عضلات ظهرك، هتحس ان هي منقبضه انقباضه بسيطه. اذا يا حبيب قلبي الغالي المحترم، العضلات بتاعت جسمك في الريست او في الراحه مش كومبليتلي ريلاكسد، وانما منقبضه انقباضه بسيطه، عامله شده بسيطه طول الوقت، تسمى المسل تون. ايه اسباب المسل تون؟ قلنا زمان سببين. اول سبب يا حبيب قلبي ان الطول الفعلي بتاع المسلز في جسمك بيكون اقصر من الطول ما بين الاورجن والانسيرشن. فمثلا ادي الاورجن وادي الانسيرشن، والمسل الطول الفعلي بتاعها قد كده. فعلشان المسل دي يا دكتور تمسك في الاورجن والانسيرشن لازم نعمل لها ستريتش، نشدها. اذا كل العضلات بتاعه جسمنا طول الوقت مشدوده، اي نعم. فطول الوقت في ستريتش على المسل، اي نعم. فطول الوقت العصب الافرنت ده بيودي اشارات ويعمل انقباضات بسيطه في المسل، اي نعم. كذلك العصب الفاسيليتاتوري ده طول الوقت بينزل يا دكتور ديستشارج فاسيليتاتوري على العصب الجامع، فيروح يعمل كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت، فينقبض البريفرال كونتراكتايل بارت. فالجزء اللي في النص او السنترال يستجيب، فيبعت اشاره في الافرنت، فترجع للاوردينري او الاكسترنال فايبرز وتعمل انقباضه بسيطه. المسل تون ما بيعملش مسل فتيك في العضله، على الرغم من انه كونتينوس كونتراكشن، ولكن يتميز بانه alternating، يعني الفايبرز بتبدل مع بعضها. شويه فايبرز يشتغلوا دلوقتي ويريحوا، واللي بعدهم يشتغلوا، وهكذا وهكذا وهكذا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ستريتش ريفلكس. تمام؟ تمام يا دكتور. يعني ايه كلمه ستريتش ريفلكس؟ العضله لو اتشدت بترد عليك بكونتراكشن. طيب بترد عليك بكونتراكشن ليه؟ لان جوه المصل، جوه العضله، في انترافيوزال مصل فايبر، والتي تعتبر ريسبتور وتمتع وتمزج يالا. الريسبتور اللي موجود جوه ده يستجيب لايه؟ للاسترتش. فلما يحصل استرتش على المصل يبعت اشاره في الافرنت مونو ساينابتك يا دكتور، مع مين؟ مع عصب الفا، يروح يغذي مين؟ الاكسترنال او الاوردينري كونتراكتاي المصل، وتنقبض عشان المصل تستعيد الطول الطبيعي بتاعها. خلاص؟ طيب لو عايز انكشك شويه واقول لك يا حبيب قلبي الغالي، هو انا لو جيت هزرت معاك بالمعلومات، بمعنى ايه يا دكتور هزرت معايا بالمعلومات؟ يعني جيت قلت لك هو العصب اللي نازل ده الاحمر ده نوعه ايه؟ موجب اهو، يعني فاسيليتاتوري، يعني بيزود الديسشارج على الجامعه، يخلي الجامعه تشتغل. طب انا يا دكتور لو جيت قطعته، تقدر تقول لي لو انت قطعت العصب الفاسيليتاتوري ده يحصل ايه؟ او ضربت المراكز العصبيه اللي فوق اللي بتعمل فاسيليتيشن. تمام؟ انت قطعت الفاسيليتاتوري امبالسز، هل العصب الجامعي يشتغل كويس؟ لا. هل يعمل كونتراكشن كويس في البريفرال كونتراكتايل بارت؟ لا. هل يحصل استريتش كويس على السنترال بارت؟ لا. امال مين يفضل شغال لوحده؟ الانهيبيتوري. فبيحصل انهيبيشن على العصب الجامع، فالشغل او الانقباض بتاع الانترافيوزال ماسل فايبر اللي هي يا دكتور البريفرال كونتراكتايل بارت بيقل، فالاسترتش جوه الريسبتور يقل، واذا قل الريسبتور يبقى الاشارات الافرنت اللي طالعه هتقل، يبقى الاستجابه او الريسبونس والتي تعتبر كونتراكشن هتقل. فيحصل ايه يا دكتور يا محترم؟ يحصل هايبوتونيا، المسل تون يقل. طب لو حصل العكس، يعني ايه حصل العكس؟ لو جيت انا قطعت الانهيبيتوري او قطعت وضربت المراكز العصبيه اللي بتعمل انهيبيشن من فوق، وسبت الفاسيليتاتوري اللي هو الاحمر شغال لوحده، يبقى الفاسيليتيشن بيزيد على الجاما، فتبعت اشارات اكتر للبريفرال كونتراكتايل بارت، والانهيبيشن بيختفي لان انت عملت له انتربشن، وبالتبعيه الاستيميوليشن او الفاسيليتيشن على العصب الجاما يزيد قوي ان انت قطعت الانهيبيتوري وسبت الفاسيليتاتوري. ولذلك يا حبيب قلبي الغالي المحترم نلاقي ايه؟ نلاقي ان الانترافيوزال ماسل فايبر الفاسيليتيشن عليها كتير، وتنقبض البريفرال كونتراكتايل بارت اكتر واكتر، فتودي اشارات اكتر واكتر يا دكتور مونوسينابس مع العصب الالفا، يحصل له ستيميوليشن اكتر واكتر واكتر، فالعضلات يا دكتور تعمل ايه؟ مور اند مور كونتراكشن، بنسميها ايه؟ هايبر تونيا، يعني الماسل تون بقى زياده. تمام؟ الكلام ده انا بعيده سريعا لسيادتك ليه؟ علشان ده اساس
الفهم في الرفلكسات اللي جاية. أتمنى أن المولى عز وجل يكون الكلام مفهوم، وركز معايا علشان نكمل. تعالى بعد كده بقى يا معالي الدكتور المحترم ندرس الديب ريفلكسز بالتفصيل، أو ممكن نقول عليهم التندون جيرك ريفلكسز. تمام. أول حاجة، هو اصلا التندون جيرك ريفلكس او الديب ريفلكس السنترز بتاعتهم فين؟ كلهم في السباينال كورد. اذا اول معلومه لازم تعرفها ان ده يالا سباينال ريفلكس، خلاص ده ايه؟ سباينال ريفلكس. تاني معلومه انه ديب ريفلكس. يعني ايه كلمه ديب ريفلكس؟ يعني يا حبيب قلبي الغالي الريسبتور موجود في المصل او موجود في تندون ديب، مش سوبرفيشال بره زي ما اخذنا عكسه قبل كده من شويه. المعلومه الثالثه، هو اساس الديب ريفلكسز كلها ريفلكس اسمه ايه؟ ستريتش ريفلكس. والستريتش ريفلكس ده كان نوعه ايه؟ مونوساينابتك ولا بوليساينابتك؟ ده كان الوحيد المونوساينابتك، والرسمه موضحه من شويه. اذا يا دكتور الريفلكسات اللي قدامك دي كلها قبل ما اتكلم عنها حضرتك عارف عنها ثلاث معلومات. المعلومه الاولى ان السنتر بتاعهم كلهم في السباينال كورد، اذا هم سباينال ريفلكسز. المعلومه الثانيه يا دكتور ان الاساس بتاعهم كلهم هو الستريتش ريفلكس which is monosynaptic reflex، وبالتبعيه يا دكتور هم monosynaptic. المعلومه الثالثه ان الريسبتور بتاعهم موجود ديب في المصل يا حبيب قلبي الغالي، وبالتبعيه هم ديب ريفلكسز. خلاص تمام. الريفلكس ده انا بشوف بيه المصل بعينيا. اذا علشان تعمل تيست لاي ريفلكس من الريفلكسات دي، الطريقة أو الميكانيزم أو هاو تو تيست، أول حاجة لازم نعري المصل. يبقى المصل أول حاجة لازم تكون انكفرت، أدي أول شرط عندك. تاني شرط بقى البوزيشن. يبقى نقول تاني، إيه هي يا ولدي الشروط علشان حضرتك تقدر تعمل بيها التيست ده؟ أول حاجة إن المصل يا دكتور تكون متعرية، يعني انكفر المصل. طب تاني حاجة بقى البوزيشن او الوضع اللي هنحط فيه المصل ذات نفسها. في البوزيشن ده عندك شرطين. الشرط الاول ان المصل تكون سلايتلي ستريتشد، يعني مشدوده شويه صغيرين. والشرط الثاني ان هي ما تكونش عامله كونتراكشن، يعني تقول للعيان ارخي ايدك او ارخي رجلك، ما تشدش عليا، ما تعملش انقباض. فمثلا انا عايز اعمل حاجه حلوه قوي، ايه هي يا دكتور؟ في البدايه انا هبدا معاك يا عم ب اللي هو التندون جيرك اللي انت درسته في النظري، افكرك بيه، وبعد كده نكمل باقي الجيرك عادي جدا. انا هبدا معاك برقم 2 اللي هو الني جيرك. خلاص، كنا بنقول قبل كده يلا ادي عندي عظمه الفخذ اهي، خلاص تمام، وموجوده بالشكل ده كده. طبعا رسم مكروكي جدا لا تموت للاناتوم بصير. خلاص ماشي، وادي عظمه ايه؟ الرجل اهي يا عم، ده يا عم يفصل الركبه سريعا كده. خلاص تمام يا دكتور. في عضله او مصل موجوده فوق هنا في الفخده من قدام اللي هي الكوادريسبس مصل اهي، تمام. واي مصل في جسمنا بتتكون يا حبيب قلبي الغالي المحترم من نوعين من الفايبرز زي ما انا قلت من شويه. الفايبرز باللون الاحمر دي اللي هي الاكسترنال او الكونتراكتايل العاديه اللي بتنقبض، ولكن في فايبرز اخرى انترافيوزال ماسل فايبر موجوده عندك في النص اهو، ودي يا دكتور تعتبر ريسبتور بتحس بالاسترتش. خلاص تمام. حضرتك عارف طبعا ان اي ماسل لازم تمسك بتندون، فانت عندك المصل دي ماسكه بتندون في العظمه اللي تحتها، ده تندون اهو، صح ولا مش صح؟ تمام يا دكتور. اللي قدامك ده ايه؟ ده التندون اللي ماسكه بيه الكوادريسبس في العظمه اللي موجوده تحت. طب انت بقى هتعمل ايه؟ انا يا عم هجيب شاكوش اللي هو اللي انا بعمل بيه الاكزامينيشن، يكون بالشكل ده كده خلاص، وهضرب بيه على التندون بتاع الكوادريسبس المصري. هجيب الشاكوش ده واضرب بيه هنا. شفت يا ابني الرسمه قدامك حقيقيه اهو، الصوره تحت اهي، ادي الشاكوش او الهامر. الهامر ده بقوم ضارب بيه يا دكتور على التندون. طب ثواني بقى، هو انت يا دكتور لما خبطت على التندون، التندون ده عمل استريتش اكتر واكتر على المصري صح؟
لما انت خبطت على اتنين دول، او هو لما خبط في المنطقه دي تحت البلاتيلا مباشره في الجزء ده، يعني خبط على مين؟ خبط على مكان التندون. لما جه هو خبط هنا يا دكتور، المصل دي حصل لها استرتش. المصل حصل لها ايه؟ استرتش. ولكن هذا الاسترتش استرتش مفاجئ. فايه اللي يحصل؟ حضرتك عارف ان المصل دي طالع منها يا دكتور من الانترافيوزال مصل فايبر عصب افرنت، صح ولا مش صح؟ صح. العصب الافرنت ده رايح فين؟ للسباينال كورد، يعمل مونو سينابس مع مين؟ مع عصب الفا. ففي عصب الفا عندك طالع من السباينال كورد من الانتيريور هورن سيل، ورايح يا دكتور يغذي مين؟ رايح يغذي الاكسترنال فايبر او الاكسترا فيوزل الحمراء، يعمل فيها انقباض او كونتراكشن. فحضرتك تلاقي ايه؟ لما تجيب الهامر وتخبط على التندون بتاع ركبه العيان تحت البلاتيلا او الصابونه مباشره، لما جيت تخبط تلاقي رجل العيان انتطرت كده لفوق. فعليا يا حبيب قلبي الغالي، ولكي تكون تنين في السيولوجي محلق في سماء الطب، انا ما يهمنيش نطره رجل العيان. وانت في الامتحان ولو بتعمل اصلا يا حبيب قلبي الغالي المحترم الني جيرك بتاع الركبه ده قدام دكتور وقلت له رجلي اتحركت هاي هاي وبتبص على الرجل، مش هديك درجة كاملة. الماتش ده هو أصلا بحركة الرجل. أنت كل نظرك يالا على المصل دي، هو أنت أصلا بتختبر إيه؟ أنا بختبر يا دكتور الاسترتش بتاع المصل، صح ولا مش صح؟ فلما جيت أخبط هنا بالهامر على التندو عمل استرتش مفاجئ، الاسترتش ده انتقل في عصب أفرنت بسرعة على السباينال كورد، أما طلع عصب إيه؟ رجع بعصب ألفا، العصب رجع ده هو العصب الألفا، بيغذي الإكسترا فيوزل، بيقوم عاملة كونتراكشن. فتبص على الكوادريسيبس، عينك على الكوادريسيبس وليس على رجل العيان. أنت مالكش دعوة بالنطرة بتاعت الرجل دي أصلا، عينك على المصل ذات نفسها. ده بقى يلا علشان تكون فاهم انت بتعمل كويس، تبص على المصل تلاقيها انقبضت وهتشوف الانقباضه بعينيك. طب المصل انقبضت ليه؟ لان اي عضله بيحصل فيها ستريتش بترد عليك بكونتراكشن عشان ترجع للاوريجينال لينس او الطول الطبيعي بتاعها. فهمت الكلام ده؟ الكلام ده مشروح في النظري زمان، انا عدته دلوقتي سريعا. طب ما تيجي كده يا دكتور نشرح النيو جيرك تاني كده بالتفصيل اكتر واكتر، في تفاصيل زياده. اه معلش، اول حاجه هيقول لك ايه؟ هيقول لك هاو تو تيست، وبين قوسين هيجيب لك واحد من الاربعه. مثلا هيجي يتكلم يا عم عن الني جيرك بتاع الركبه، ده اشهر واحد فيه، كلهم نفس الفكره على فكره على ونفس الكونسبت، بس هنغير شويه معلومات طبعا. طيب لو جه هو قال لك هاو تو تيست الني جيرك، اول حاجه تقول لي يا دكتور ان كفر المصل وبط البوزيشن بتاع العيان كالتالي، اوصف البوزيشن اللي انت شايفه بعينيك دلوقتي. هتقول لي يا دكتور ده انا الركبه بتاعت العيان متنيه بزاويه 90، مش العيان قاعد قدامك اهو، الزاويه ما بين هنا وهنا كام؟ دي زاويه 90. يبقى هتقول لي يا دكتور يا محترم فليكشن اوف الني، الركبه بتاعت العين قاعد على السرير وركبته متنيه ب 90 درجه. تمام. ايه كمان يا دكتور؟ وهتجيب يا دكتور يا محترم تحدد او تحط ايدك كده على التندون، والتندون موجود بلو البلاتيلا، مع الصابونه او العظمه اللي في النص دي، عظمه الركبه من قدام اسمها البلاتيلا، تحتها مباشره موجود التندون بتاع الكوادريسبس مصر. تعمل ايه بعد كده؟ تخبط يا دكتور على مين؟ على التندون ده. ولما تخبط على التندون يحصل ايه؟ يحصل ريفلكس كونتراكشن في الكوادريسبس مصر، فتشوف الكوادريسبس بعينيك بتنقبض، ولكن نتيجة لذلك هتشد شوية الرجل بتاع العيان بنطرة كده، رجل العيان دي تلاقيها اتنطرت لفوق زي ما هتشوف في فيديو كمان شوية. أنت هتفهم نظري وعملي بإذن الله، كأنك يلا حرفيا قاعد قدامك بعمل لك الإيه؟ الريفليكس ده عملي قدام، ما تقلقش. خلاص؟ طب ثواني يا دكتور، مش أي ريفليكس له سنتر؟ أيوه. هل كل التندون جيركس اللي قدامي دي، الأربعة اللي قدامي دول لهم نفس السنتر؟ لا طبعًا، بل إن هم كلهم سباينال ريفليكسز، أي نعم. ولكن يا دكتور السنتر بتاع كل واحد فيهم غير التاني. فمثلا يا حبيب قلبي الغالي المحترم، الني جيرك ده الريفلكس بتاعه موجود لمبر 3 و4 من السباينال كورد، يعني اللمبر سيجمنت رقم 3 واللمبر سيجمنت رقم 4. يا دكتور هو لازم احفظ يا دكتور السنتر بتاع كل جيرك من دول؟ اي نعم.
ما تقلقش هحفظهم لك كمان شوية زي اسمك، ما تقلقش هتطلع من الحصة حافظ كل حاجة وفاهم كمان. طيب كلام جميل. طب ما تكلمني في الأول يا دكتور كده عن الأنكر جيرك، هاخدهم بقى بالترتيب تاني، وكل كلام في كل مرة هكرره. تخيل المعلومات اتقالت دلوقتي شرح بالتفصيل، وهقول لك الأربعة تاني بالتفصيل، يعني المعلومات نفسها هتتشرح قدامك دلوقتي 5 مرات. ما لقطتش في الأولى، ألقط في الثانية، ما لقطتش في الثانية، ألقط في الثالثة، ما لقطتش في الثالثة، ألقط في الرابعة، ما لقطتش في الرابعة، ما تحضرش الحصة، قوم امشي ما تكملش. تمام؟ طيب، كلام جميل. بص يا ابني معايا. أنا هتكلم دلوقتي يا حبيب قلبي الغالي عن إيه؟ هتكلم من تحت لفوق. تاني يا دكتور؟ أهو، عشان بس إيه؟ نرتب المعلومات مع بعض. من تحت لفوق. هبدأ الأول بالأنكل جيرك. الأنكل اللي هو المفصل بتاع الكعب ده. هتعمل فيه يا دكتور؟ أول حاجة هاو تو تيست. رقم 1 أنقفر المصر. رقم 2 عندك في المذاكرة كل حاجة. رقم 2 يا دكتور البوزيشن، لازم يتكاتب بالتفصيل. أوصف الشكل اللي قدامك. تقدر تقول لي يا دكتور البوزيشن بتاع الأنكل دلوقتي موجود عامل إزاي؟ هتبص كده هتلاقي الدكتور ماسك رجل العيان وعامل لها دورس فليكشن شويه، مركعها لورا كده شويه. خلاص؟ يبقى يا دكتور يا محترم في البوزيشن اول حاجه تقول ان رجل العيان اللي قدام حضرتك ده يا دكتور، الدكتور عامل لها ايه؟ اهو الدكتور ماسك البوزيشن اهو بتاع الانكل، البوزيشن معمول دور سي فليكشن اوف الانكل. ادي اول معلومه. تاني حاجه، شايف يالا الني اللي هي ركبه العين من فوق، بيقول لك اسندها شويه على الكرسي علشان بس تحقق الايه الكومبليت ريلاكسيشن. فاهم الفكره؟ تمام. طب حلو، هتيجي تعمل ايه بقى؟ انا عايز يا دكتور يا محترم التندون اللي موجود ورا هنا اهو، اضرب عليه. في مصل موجوده هنا في الرجل من ورا. تمام؟ المصل دي ماسكه بتندون هنا، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. نفس الكونسبت، نفس الكونسبت بالظبط. لما جيت حضرتك تضرب بالهامر هنا على هذا التندون، المصل دي يحصل لها ستريتش، ولما يحصل لها ستريتش ترد عليك بكونتراكشن. طب ولما ترد عليك بكونتراكشن ايه اللي يحصل يا دكتور؟ هتلاقي رجل العيان دي بقى كف رجله ده نطر منك كده، وهتشوف الفيديو كمان شويه ازاي. طب انت عينك على النطره او الحركه بتاعت رجل العيان او كف رجل العيان، ولا عينك على المصل؟ لا، انا عيني على المصل دي، هشوف الانقباض بتاعها، هتشوف. فهمت الفكره؟ طب ثواني يا دكتور، ينقصك مين؟ حاجه مهمه جدا، السنتر يا دكتور. السنتر يلا، انا بقول لك من تحت لفوق. السباينال كورد من تحت ايه؟ ساكرال. يبقى هنا يا دكتور السنتر ساكرال 1 و2. بس معايا ركز بس، هحفظك السنترز دلوقتي زي اسمك. يبقى من تحت لفوق اول حاجه اخدناها تحت الانكل جيرك بتاع مفصل الكعب من تحت. خلاص تمام. طب ننتقل بعد ذلك يا دكتور على الني جيرك. نقوله تاني؟ نقوله تاني. الني جيرك يا دكتور حضرتك بتعمل ايه؟ اول حاجه السنتر لمبر 3 و4 من تحت لفوق. ما انت كنت ساكرال كمان شويه تحت، دخلت على اللي بعديه، طلعت فوق بقى لمبر. لمبر كام؟ بدل هنا 1 و2 كام؟ 3 و4. هحفظها لك ما تقلقش. تمام. طيب هعمل ايه؟ هحدد التندون بتاع مين؟ بتاع الكوادريسبس ماسل، واخبط عليه. طب البوزيشن بتاع رجل العين عامل ازاي يا دكتور يا محترم؟ فليكشن اوف النيب زاويه 90. وهعمل يا دكتور يا محترم الخبطه، اخبطها يا دكتور على التندون بيلول بلاتيل تحت الايه؟ العظمه بتاعت الركبه دي. ايه هو يا دكتور الريسبونس؟ ان الكوادريسبس مصر حصل لها ستريتش فبترد عليك بكونتراكشن، فالكونتراكشن ده ينطر لك رجل العيان كده. النطره دي تشوفها، هتشوفها، بس انت عينك مش على حركه رجل العيان، بل عينك على المصر اللي بتنقط. طيب من تحت لفوق، اطلع لفوق شويه، خلصنا كده اللور ليمب، مش عايزين منه حاجه. عندك اطراف ثانيه او رب الكعب عندك، الابر ليمب اهو، صح؟ الابر ليمب في عضلتين هختبر فيهم مين؟ هذا الريفلكس. هختبر يا دكتور قدام يعني بايسبس ريفلكس او بايسبس جيرك، ورا الترايسبس، اللي قدام بايسبس واللي ورا الترايسبس، حماده بالزنجبيل. تمام؟ تمام يا دكتور. اول حاجه هتعملها يا دكتور يا محترم، مش هنا في عضله قدام هنا اسمها بايسبس؟ اه، في عضله هنا اسمها بايسبس، صح؟ صح يا دكتور. والعضله دي ماسكه هنا بتندون. ايوه يا دكتور. بيقول لك لو انت جربت كده تخبط هنا على طول غلط، امال بتعمل ايه؟
معلش هكبر لك صورتي شويه عشان يعني زي ما تشوف هنا كمان، واوري لك على ايدي ما تقلقش. بص يا دكتور، في البايسبس جيرك انا بخلي الفور ارم يا دكتور، بص كده معايا، فليكس يعني ايه؟ يعني فليكشن كده، يعني مش فرده، مش عامل له اكستنشن، لا عامل له فليكشن كده، ولكن بزاويه كام؟ بص هنا هتحس ان ايد العيان مفروض اكتر من اللازم شويه، بزاويه 120. يبقى البوزيشن يا دكتور ان ايد العيان دي، ان هنا يا دكتور يا محترم الفور ارم ده يكون فليكسد وليس اكستندد، اهو فليكسد فور ارم. طيب بزاويه كام؟ بزاويه 120. بزاويه كام يلا؟ بزاويه 120. مش بس كده، انت يا دكتور ما ينفعش تخلي العيان معلق ايده بنفسه، ان العيان لو معلق ايده عامل كونتراكشن في المصر، لازم تعمل سبورت للعيان، لازم انت اللي تشيل ايده. بص كده دكتور ماسك ازاي وانا ماسك ازاي هنا، لازم تعمل سبورت لارم العيان، لازم تعمل ايه؟ سبورت يا دكتور يا محترم. ولما تعمل السبورت هتحط يا دكتور الفينجر او الصباع بتاعك بالشكل ده كده اهو، هتحط الفينجر او الصباع بتاعك اهو بالشكل ده كده على التندون. بص والله هنا انا حاسه اهو، بص هنا ثواني اقول لك كده يمكن تشوف احسن كده، احسن اهو، ادي يا دكتور الايد فليكسد بزاويه 120، ادي هعمل سبورت من تحت اشيل انا ايدي. رقم ثلاثه هحط صباعي هنا كده، بص جرب تحط صباعك هنا كده اهو، زي ما كده هتحس ايه؟ هحس لك بالظبط اهو، حسيت بيه. ده يا دكتور تندون اهو بتاع البايسبس اللي قدام، صباعي عليه اهو، هتضرب على صباعك بالهامر، فهتلاقي يا دكتور ان البايسبس انقبضت والايد بتاعت العيال هتنطر منك نطره كده بسيطه كده اهو، كده اهو، انت ايدك او عينك مش على النطره دي، انت عينك على البايسبس، هتلاقيها بتنقبض وبتعمل كونتراكشن. طب ليه؟ لان انت عملت عليها ستريتش بالخبطه اللي انت خبطتها. تمام؟ يبقى نقول تاني يا دكتور، البايسبس جيرك، انا بختبر التندون جيرك في مين؟ في عضله اسمها البايسبس. بضرب فين يا دكتور؟ اول حاجه عندك هتكلم عنها السنتر، انا بقول لك من تحت لفوق، فين؟ من تحت لفوق. ساكرال 1 و2، لمبر 3 و4. طب انت هنا طلعت لفوق، الابر لمب الاثنين بياخدوا من السيرفايكال. تاني، الابر لمب سواء بايسبس او ترايسبس بياخدوا من السيرفايكال. يبقى يا دكتور الاثنين هيبقوا سيرفايكال؟ اه، الاثنين سيرفايكال، البايسبس والترايسبس. طب 3 4 كمل بقى هنا، يبقى هنا يا دكتور سيرفايكال 5 6. تقدر تقول لي اللي بعدها من قبل ما نوصل لها؟ الاثنين بياخدوا سيرفايكال، ترايسبس وبايسبس. يبقى ترايسبس يا دكتور سيرفايكال برضو. كام بقى؟ ها؟ يجي واحد يقول لي يا دكتور سيرفايكال، طب ما نقول 7 و8. يا محنك يا محنك، هو السيجمنت يالا فيه 8؟ مش 8، يبقى تعمل ايه؟ يبقى سيرفايكال كام؟ 6 تاني و7. خلاص؟ ده كده السنتر. طب حلو، طب البايسبس، البوزيشن بتاع البايسبس فليكسد فور ارم بزاويه 120، وسبورت الارم من تحت، شيل ايد العيان ما تسيبوش هو يشيل ايده عشان تريلاكس المصر. بعد كده يا دكتور هتحط ايدك على التندون وايه، وتخبط تعمل تابنج اوفر الفينجر بتاعك، فلما تخبط على التندون يحصل استرتش على البايسبس، فتنقبض البايسبس ردا لذلك، فتحس ان ايد العيان كده اتنطرت نطره بسيطه كده مالكش دعوه بيها، انت عينك على المصر على البايسبس وليس على حركه ايد العيان. طيب اخر شركة عندنا مين هو؟ ترايسبس اللي ورا بقى، زي ما البايسبس ماسكه في تندون من هنا، الترايسبس من ورا ماسكه في تندون من هنا، صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. انا بعمل ايه بقى؟ بخلي العين يقعد بجنب كده، وبجيب ايد العيان بالشكل ده كده، ما انا عايز اخبط هنا، فخلي العين يعمل ايده كده. طب خلي العين يعمل ايه؟ خلي العيان الايد كده ايه، فليكسد ولا اكسنت ولا اكستنشن؟ لا كده فليكشن. طب فليكشن بزود كام؟ بص كده فليكشن بزود 90، والله اهو. يبقى يا دكتور البوزيشن هنا فليكشن بزاويه كام؟ بزاويه 90 في ترايسبس اهو، وافتكر الشكل قدامك اهو. طب ثواني بقى يا دكتور، هل تخلي العين معلق ايده بنفسه؟ لا، لازم انت تشيلها، لازم تعمل له سبورت. بص الدكتور قدامك هو اللي شايل ايد العيان، هو اللي عامل لها سبورت. بعد كده في تندون موجود هنا، هو التندون بتاع الترايسبس، اعمل تابنج او اضرب عليه، لما تضرب هنا بالهامر هتلاقي ايد العيان نطرت منك كده. هل انت همك النطره بتاعت ايد العيان؟ لا، انا همي يا دكتور اشوف مين؟ همي اشوف الكونتراكشن بتاع المصر اللي هنا. ايه هو يا دكتور البرنسبل؟ الاسترتش ريفلكس. تمام؟ طيب يبقى نقول تاني يا دكتور لترايسبس، عشان يبقى كل واحد قلناه مرتين. لترايسبس يا دكتور ايه هو يا ابني السنتر بتاعه؟ سيرفايكال 6 و7. طب يا دكتور يا محترم ايه هو البوزيشن؟ او هاو تو تيست، هتقول له انكفر المصري
وبعد كده اتكلم عن البوزيشن. هتقول البوزيشن الارم يكون فليكسد بزاويه 90، واعمل سبورت الارم زي الشكل اللي قدامك. بعد كده اعمل تابنج، اضرب مباشره على مين؟ على الترايسبس تندون. ولما تضرب على الترايسبس تندون هتلاقي حصل عندك ريفلكس كونتراكشن في ترايسبس مصر، مما يؤدي الى نطره ايد العيان كده. مش هممني، مش عايزك تكتبها اصلا، انا عايز ريفلكس كونتراكشن عينك على المصل وليس على حركه ايد العيان او رجله. تمام. طب حلو يا دكتور، كل التندون جيرك ريفلكس اللي قدامي دي ايه هو الاساس بتاعها؟ الاساس بتاعها اللي انا ضيعت فيه وقت من شويه، البرنسبل بتاعهم كلهم ايه هو؟ يالا الاساس العلمي لكل التندون جيرك اللي هو يا دكتور البيز اوف ذا ريفلكس او البرنسبل، هو الاسترتش ريفلكس. مش كلهم يالا نفس الفكره؟ طب حلو. طب الاسترتش ريفلكس ده منه نوعين، استاتيك ودايناميك. انت هنا عملت حركه ولا ما عملتش حركه؟ عملت حركه مفاجاه. اذا يا دكتور هتختار النوع الثاني اللي هو دايناميك استرتش ريفلكس. وده سؤال يقول لك ايه هو البرنسبل او البيز بتاع اي جيرك في دول؟ هتقول له ايه؟ دايناميك استرتش ريفلكس. شفت يا ابن الجمال؟ حلو جدا، كلام جميل قوي 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 يا دكتور. اتمنى من المولى عز وجل اكون عملت اللي عليا في الجزء ده. طيب ثواني، بعض العيانين تيجي تعمل له الريفلكس يحرجك. يحرجني ازاي يعني؟ الريفلكس مش ظاهر قدامك، انت عايز تعمل بوتنشيشن للريفلكس، عايز تقوي هذا الريفلكس. ففي عالم اسمه جندراسيك، فجندراسيك ده عمل فينومينا وسماها باسمه، هنسميها يا دكتور هكتبها عندك اهو. الفينومينا دي يا دكتور محترم اسمها جندراسيك فينومينا اهو. جند راسيك فينومينا. خلاص. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عايز تقوي اي جيرك ريفلكس او اي تندون جيرك من اللي قدامك دول، انت ينبغي عليك انك تخلي العصب اللي هو الجاما يودي اشارات اكتر، علشان الجاما لما يودي اشارات اكتر هيعمل مور اند مور ستريتش، والاسترتش الزياده يعمل ستيميوليشن اكتر يا دكتور للانترفيوزال ماسل فايبر، فتبعت اشارات افرنت اكتر، وبالتبعيه يا دكتور ترد عليك بانقباض اقوى. يجي واحد يقول لي والله نورت المحكام، طب انا يا دكتور ها يعني هخلي الجامعه تبعت اشارات اكتر ازاي؟ ممكن نقدر نعملها احنا واحنا قاعدين دلوقتي. طب ازاي يا دكتور؟ اول حاجه لو انت بتختبر حاجات في اللور ليم، سواء انكل جيرك او ني جيرك اهو، يبقى سواء انكل جيرك او ني جيرك وعايز تعمل بوتنشيشن لهذا الجيرك وتقوي هذا الجيرك يا دكتور، بنعمل حاجه اسمها انتر لوكينج في الفينجرز بتاعه اللور ليم، صوابع رجلك. اقف دلوقتي، اقف جرب معايا بس معلش. وانت واقف دلوقتي زي حاول تضم صوابع رجلك جامد، اقف واعملها، مش هتحس بحاجه غير لما تقوم. يا محنك يا كسول يا حيوان الكسلان، قوم اقف. وقفت تمام، وقفت يا دكتور، ضم صوابع رجلك جامد وكلبشها في الارض. عارف لما جيت تعملها قسما بالله انت حسيت ان عضلات اللور ليمب كلها اتشدت. حاسس كده على عضلات اللور ليمب كلها اتشدت؟ ايه ده؟ طب يبقى انت كده يا دكتور يا محترم لما عملت اهو، بص بص بص، لما عملت انترلوكينج في الفينجرز بتاعت اللور ليمب يا دكتور، يبقى انت كده بتعمل بوتنشيشن ريفلكس. ازاي؟ لان الحركه دي بتحفز الكورتكس اكتر، ان الحركه دي فولانتري انت اللي عاملها، وتخلي الكورتكس تبعت اشارات اكتر للجامع، فتعمل مور اند مور ستريتش على الريسبتور، فالريسبونس او الكونتراكشن لما تيجي تعمل ريفلكس يكون اقوى. تمام؟ تمام. طب ده يا دكتور لو انا هشتغل على اللور ليمب، امال لو انا عايز اشتغل على الابر ليمب؟ لو عايز اشتغل على الابر ليمب، عارف بنقول لعياني؟ بنقول له جز على اسنانك. يعني ايه؟ يعني اعمل دكتور كلينكينج على التيز كده. بص كده معايا، العيال لما بيجز على اسنانه هنا بتلاقي عضلات الرقبه مع الابر ليمب اتشدت شويه، فده يؤدي الى ايه؟ ده يؤدي الى ان الكورتكس اهو تبعت اشارات اكتر للجامع. بنخلي العين يعمل كلينكينج على التيس اهو، خلينا نعمل كلينكينج ذا تيس
العيان لما يجز على اسنانه بيحصل يا دكتور يا محترم ان الكورتكس تبعت اشارات اكتر للجانب، فتعمل يا دكتور مور اند مور كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت اوف الانترفيوزال مسل فايبر، فالريسبتور يحصل له مور اند مور ستيميوليشن يعني الاسترتش اكتر واكتر، فيبعت اشارات اكتر يا دكتور يا محترم للسباينال كورد فيرد عليك بكونتراكشن اقوى. يبقى انت كده بتعمل بوتنشيشن بتقوي الايه التندون جيرك ريفلكس لو هو مش ظاهر قدامك. خلاص طيب ركز معايا عشان نكمل. قال بعد كده بقى دكتور نتكلم في جزئيه ليست بذلك القدر من الاهميه بكل صراحه، بس تعالى نقولها مع بعض سريعا. يعني ايه هي الكلينيكال امبورتنس او الاهميه بتاعت ان انا ادرس التندون جيرك ريفلكس كلهم وادرس المسل تون واقول لك ايه هو البرنسبل او الاساس بتاعهم الا وهو الاسترتش ريفلكس؟ ايه اهميه ده من الناحيه الطبيه او الكلينيكيه ليك انت كدكتور؟ بص يا معايا، من كتر التمرس حضرتك بتقدر تحس بالتون بتاع العيان، يعني انت كدكتور نيورولوجي مع الوقت لما تمسك ايد العيان تفردها وتثنيها انت بتعرف الريتم بتاع التون الطبيعي، وتقدر تحدد مع الوقت هل التون ده طبيعي ولا قليل ولا بزياده. فاهم قصدي؟ فمثلا احنا عندنا ريفلكس، الريفلكس ده اسمه الاسترتش ريفلكس، تمام؟ طيب كنا بنقول من البدايه تاني ان المصل تتكون من نوعين من الفايبرز، اللي باللون الاحمر قدامك ده الاكسترافيوزال، واللي باللون الازرق جوه ده الانترافيوزال، وكان الانترافيوزال مصل فايبر دي ما هي الا ريسبتور بيحس بالاسترتش، طالع منها عصب ايه؟ ده ريسبتور، طالع منها عصب ايه يالا؟ طالع منها عصب افرنت. العصب ده راح يعمل مونوساينابس مع عصب الفا، يروح العصب الالفا يغذي الاكسترافيوزال اللي هي الحمراء اللي بتنقبض. تمام؟ تمام يا دكتور. ده ريفلكس عادي قدامك اهو. لو لا قدر الله حصل انتربشن او قطع في اي جزء من الريفلكس ده، سواء مثلا يا دكتور انقطع الافرنت اللي هو الاصفر، او انقطع الافرنت الالفا اللي هو باللون الاورنج ده، انت كده قطعت الريفلكس. لو قطعت الريفلكس يا دكتور بيحصل عند العيان ده حاجه اسمها اريفلكسيا، يعني انعدم الريفلكس خلاص، او اتونيا، ينتهي المصل تون. ايه هو الكوز او السبب؟ بيقول لك انتربشن او قطع في الريفلكس ارك. طب ايه يا دكتور اللي ممكن يقطع الريفلكس ارك اللي قدامي ده؟ والله في مرض اسمه بريفرال نيورايتس. البريفرال نيورايتس ده اللي بيجي مثلا لعينين السكر، ده يا دكتور بيضرب لك السنسوري او الموتور، يعني ده ممكن يضرب العصب السنسوري، يقدر يضرب الافرنت، او يقدر يضرب الموتور اللي هو الافرنت اللي هو الالفا. انت متخيل؟ او اتضرب السنسوري فقط يا دكتور زي التيبس دورزاريس. خلاص اتضرب عندك، اتضرب عند العين الدورسال كولومنا مثلا، تمام. او في مرض بقى دكتور البويلومايلايتس. البويلومايلايتس دوت برضه بيضرب عندك ايه؟ بيضرب عندك العصب الايفرنت، يعني بيضرب الموتور، وبالتبعيه هيبقى القلب الغالي يعمل شلل، يعني ريفلكسيا واتونيا. الفكره ايه؟ ان الريفلكس ارك القوس الانعكاس اللي قدامك ده اتقطع حد من احد من الحدود، اتقطع افرنت او ايفرنت او مشكله في السنتر. معايا؟ طيب يا دكتور قلنا برضو ان في عصب اخر اسمه جاما باللون الاخضر ده، ده بيروح يغذي البريفرال كونتراكتايل بارت اوف الانترفيوزال ماسل فايبر، وده كان يقدر يتحكم في شده الاسترتش ريفلكس. لانه يا دكتور مثلا العصب الجاما اللي قدامك ده لو حصل له فاسيليتيشن واشتغل بزياده، هيروح يعمل كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت بتاع الانترفيوزال ماسل فايبر، يعني بتاع الريسبتور، فيحصل مور اند مور ستريتش على الريسبتور، فده يا دكتور يقوي الريسبونس، يعني يقوي الكونتراكشن. وقلنا من شويه وبقرر تاني دلوقتي ان انا عندي مراكز فوق سوبرا سباينال، هذه المراكز اما ان تكون فاسيليتاتوري باللون الاحمر فبتيجي تعمل فاسيليتيشن على الجاما، واما ان تكون انهبيتوري باللون الازرق اهو فجايه تعمل انهبيشن على العصب الجاما. تمام؟ ووضحتها برضو بالتفصيل سريعا، بس دلوقتي تعالى نقول بتفصيل اكثر واكثر. فرضا يا دكتور يا محترم الاشارات الانهبيتوري اللي نازله من فوق دي اتقطعت. المره الثانيه هلا، فرضا يا دكتور يا محترم الاشارات الانهبيتوري اللي نازله من فوق اتقطعت، يعني حصل انتربشن، قطع في الانهبيتوري امبلسز اللي نازله من فوق زي ابر موتور نيرون ليجن. تمام؟
اتقطع. فمين بقى شغال لوحده؟ الفاسيليتاتوري، فيعمل مور ام دي مور فاسيليتيشن على الجاما، فالجاما يا دكتور يروح يعمل مور ام دي مور كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت وفي الانترافيوزال ماسل فايبر، فيعمل مور ام دي مور ستريتش على السنترال بارت، وده يا دكتور يبعت اشارات اكتر واكتر في الافرنت، وبالتبعيه يعمل مور ام دي مور كونتراكشن، فيدخل العيان ده في حاجه اسمها هايبرتونيا، زياده في التون. مش بس كده، لما تيجي تعمل له اي جيرك ريفلكس يبقى اكساجيريتد، يبقى هايبر ريفلكسيا. ده امتى يا دكتور؟ في الابر موتور نيرو ليجن او الانكزايتي، التوتر الشديد. انكزايتي يعني سين اسم هايبر، يعني الفاسيليتيشن اكتر من الانهيبيتوري، او هايبر ثايروديزم، زياده الثايرويد هرمون في الدم، ده بيشعل السي ان اس، شعللها شعللها، ولما يشعل السي ان اس يزود الفاسيليتيشن اكتر واكتر، فالعصب الجاما يشتغل اكتر واكتر، يدخل العيان في هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا. طب عايز يحصل العكس، عايز يحصل هايبوتونيا وهايبو ريفلكسيا، يعني ريفلكس قليل والتون قليل، اعكس يعني قول العكس. يبقى ممكن يحصل انتربشن في الاعصاب الفاسيليتاتوري، فمن يفضل شغال لوحده الانهيبيتوري زي النيو سيريبيلر سندروم. النيو سيريبيلر سندروم ده كانت بتروح تعمل فاسيليتيشن، اتقطعت في الفاسيليتيشن قل، فالانهيبيتوري بقى زياده، انهيبيتوري على الجاما، فيعمل هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا. او السليب، اثناء السليب الفاسيليتيشن بيقل لان الاكتيفيتي بتاعه الكورتكس او السي ان اس بتقل، فالفاسيليتيشن يقل، الانهيبيشن يبقى بزياده، فيعمل هايبوتونيا هايبروفليكسيا. وانت نايم يلا بتكون في سيخه، مفيش عندك تون شديد وانت نايم، ده انت اول ما بتصحى بالنوم بتحس ان جسمك لسه يعني ايه فاكك زياده عن اللزوم، تحتاج شويه وقت عبات لما التون عندك يبدا يزيد. او ميكسيديما، يعني ميكسيديما يا دكتور عكس الهايبوثايرويديزم، الميكسيديما يا حبيب قلبي الغالي المحترم بتؤدي الى ايه؟ بتؤدي الى ان الفاسيليتيشن بيقل، الاكسايتيشن بتاع السي ان اس بيقل، وبالتبعيه الانهيبيشن يكون اكتر واكتر، عيان الميكسيديما يكون عنده هايبوثونيا وهايبو ايه وهايبو ريفلكسيا. خلاص، ده كده الكلينيكال امبورتانس بتاع دراسه التندون جيرك والمسل تون. تعالى بعد كده بقى دكتور، في معلومه بسيطه جدا كده بيقول لك الريفلكس، الريفلكسات اللي احنا اخدناها دي سواء كان الجيرك ريفلكس او المسل تون، لو كان اكساجيريتد حبتين، يعني ايه اكساجيريتد؟ يعني العيان اصلا جاي لك عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكس، يعني مثلا عيان ابر موتور نيرون ليجن، تمام، الفاسيليتاتور عندي بس عنده بس شغال بزياده والانهيبيتور مش شغال، تمام تمام يا دكتور، ايه اللي يحصل بقى؟ نلاقي ان الريفلكسات اللي بتحصل دي بتكون اكساجيريتد. يعني ايه اكساجيريتد؟ يعني بزياده حبتين. فمثلا بنيجي يا دكتور على بطن رجل العيان، هتبقى دي بطن رجل العيان معلش، وبكف ايدك كده وتقوم عامل كده، فبتلاقي يا دكتور بطن رجل العيان بترد عليك بكونتينوس كونتراكشن بالشكل ده كده، ودي كنا بنسميها زمان كلونس. خلاص، او تعالى على ايد العيان، العيان ده عنده هايبرتونيا، فلما تيجي تفتح ايده في البدايه الصعبه ولكن نعمل مور ام دي مور ستريتش هتبقى سهله معاك وتتفتح، وده بنسميها كلاس بنايف افكت، شبه القرن الغزال، موس قرن الغزال. يلا كنت ماسك لك مطوه بتاعت جدي وبفتحها قدامك اثناء شرح زمان وان كنت ناسي فكرك، تمام. يبقى الحاجه الثانيه يا دكتور اسمها ايه؟ لينثنينج رياكشن، ده لو الريفلكسات بزياده حبتين. طلب منك بس تعرف لي الاسمين دول وتذكرهم بس كده سريعا، اكتر من كده ما تقلقش يعني، ركز معايا. بعد كده بقى دكتور هناخد حاجه اسمها الاسباستيسيتي، يعني يلا بمعنى صح العيان متخشب شويه، التخشب كده زي التخشب دي التخشب اهو، العيان يلا سباستيك، ده في نوع اصلا من الشلل اسمه سباستيك باراليسيس، يعني العيان مشلول ولكن مشلول شلل انقباضي لو تفتكر. فمثلا لو عيان عنده ابر موتور نيرون ليجن، هو الابر موتور نيرون ليجن ده كان بيعمل ايه يا دكتور يا محترم؟ كان بيضرب اصلا الانهيبيتوري ويسيب الفاسيليتاتور، فبيحصل ويذدرول للسوبرا سباينال انهيبيشن، الانهيبيشن ما عادش موجود، فمن يفضل شغال الفاسيليتاتوري لوحده،
ولما الفاسيليتيشن يبدا شغال لوحده يبدا يبعت يا دكتور مور اند مور فاسيليتيشن على الجاما موتور نيرون، فيزود الجاما موتور نيرون ديس تشارج، تروح تعمل مور اند مور كونتراكشن في مين؟ يلا في البريفرال كونتراكتايل بارت اوف الانترفيوزال ماسل فايبر، وبالتبعيه تعمل مور اند مور ستريتش على السنترال بارت اللي هو ريسبتور بارت. فده يعمل ايه؟ يلا يعمل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، العيان يكون مخشب، وخصوصا تحس الهايبرتونيا دي في الانتي جرافيتي مصر، عضلات الظهر عضلات الركبه وما الى ذلك، ان هي بتكون متخشبه بزياده لان الجرافيتي بتشد عليها، يعني الجرافيتي بتزود الاسترتش، فتعمل مور اند مور كونتراكشن. خلاص دي حاجه اسمها ايه؟ سبستيستي. نقول تاني، امتى العيان يكون متخشب؟ بل ان في نوع من الشلل اسمه سباستيك باراليسيس، يعني العيان قد يكون مشلول شلل انقباضي، حصل له ابر موتور نيرون ليجن، غلطه في المخ، الغلطه اللي في المخ بتضرب مين؟ يالا بتضرب يا دكتور الانهبيتوري، وبتسيب الفاسيليتاتوري، لان الفاسيليتاتوري كان له انترنسيك اكتيفيتي زمان لو تفتكر. تمام. طب حلو، طب ضربت الانهبيشن، فضل الفاسيليتيشن شغال لوحده، فعمل مور اند مور فاسيليتيشن للجاما موتور نيرون، فالديستشارج بتاع الجاما موتور نيرون زاد، فراح عمل مور اند مور كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت، فشد اكتر على السنترال بارت اوف الانترفيوزال ماسل فايبر، عمل فيها مور اند مور ستريتش، فبعتت اشارات اكتر في الافرنت، عملت هايبرتونيا. الهايبرتونيا ده معناها سباستيسيتي، يكون ظاهر اكتر في مين؟ في الانتي جرافيتي ماسل، العضلات اللي بتشد اجينست الجرافيتي. ليه؟ لان الجرافيتي بتزود الاسترتش، يعني بتزود الاستيميليشن اوف ذا ريسبتور. خلاص. طيب كلام جميل جدا. Start. So we are going to perform the ankle reflex. Okay. First of all, we have to slight dorsiflex. And this is the Achilles tendon. So we have to hit it with the broad hammer. Fine. So let's see. Can you see a jerk? So what we are doing is we are stimulating Achilles tendon. Hence the gastrocnemius muscle. Contraction of which muscle lead to the plantar flexion. This is the response. Okay. Let's see again. Patellar tendon reflex. Place the patient in a seated position with legs dangling. Palpate the soft tissue depression on either side of the patellar tendon to locate it accurately and attempt to elicit the reflex by tapping the tendon with the flat edge of the reflex mallet at the level of the knee joint. The patient should move into extension. Biceps tendon reflex. Place the patient's arm across your forearm. Your hand should be under the medial aspect of the patient's elbow. Place your thumb on the patient's biceps tendon in the cubital fossa on the elbow. To locate the tendon, ask the patient to tense his or her biceps muscle as your thumb continues to rest in the cubital fossa. The patient's tendon will stand out under your thumb. Instruct the patient to relax his or her arm. Maintain your thumb over the patient's biceps tendon in the cubital fossa. Tap your thumbnail with the narrow end of the reflex mallet. The patient's bicep should jerk slightly, a movement that can be both felt and seen. The patient's fingers should also extend. Now we are going to perform tricep reflex. To perform tricep reflex, if we talk about positioning of subject, one way is we flex the elbow and the hand should be rested on patient chest. But you can't see the reflex clearly in that position. So one other position is just support the elbow like this and you have to hit the tricep tendon. How to palpate that? You have to feel the olecranon process and just above that you have to make a strike with the broad end of hammer, right? Let's see how. So the hand should be hanging freely and you have to strike just above the olecranon process like this. Okay, so we are here stimulating the tricep muscle.
the contraction of tricep muscle lead to elbow extension. Okay, let's see again. Fine, this was tricep reflex. This video will introduce you to clonus. Clonus is something that is seen in upper motor neuron lesions during spasticity of muscles and spasticity of nerves. To perform a clonus test, you'll want to support the distal end of the lower extremity of the patient, and with your other hand, you want to forcibly dorsiflex the patient's foot, like so. During an upper motor neuron lesion, in what's called clonus, the patient's foot will then plantar flex uncontrollably, almost in a tremor state, for so many seconds. You want to note if it's there and how many seconds it occurs in your soap note. Spasticity. Spasticity causes tight muscles. This shows up as greater resistance when you try to stretch the muscle. The muscle's typically held in a shortened position. Usually you have increased reflexes. And also you often have clonus, which is a bouncing of the muscle when you try to quickly stretch it. بعد كده بقى يا حبيب قلبي الغالي المحترم هنبدأ نتكلم عن موضوع جديد في العمل بتاع الموتور، حاجة اسمها الكوردينيشن اوف الموفمنت، يعني يا دكتور عملية تناسق الحركة اللي حضرتك بتقوم بيها. ودي يا حبيب قلبي وظيفة السيربيلم. هو فين السيربيلم؟ هو المخيخ أو الجزء الأصفر الصغير اللي موجود ورا المخ من ورا ده تحت كده، ده اسمه إيه؟ سيربيلم. خلاص؟ عملية الكوردينيشن اوف الموفمنت كانت وظيفة السيربيلم. طيب أنا لو عندي عيان والعيان ده أنا شاكك إن هو عنده مشكلة في السيربيلم وبالتبعية عايز أعمل تيست أو اختبار أعرف بيه تناسق الحركة بتاعته سليم ولا مش سليم. في كذا تيست ممكن نعمله. هذه التيستات يا دكتور في منها للأبر ليمب وفي منها للور ليمب. أنا هتكلم بداية بسم الله عن التيستات بتاعت مين؟ أوف الأبر ليمب. تمام؟ الأبر ليمب، أوكي؟ طيب، كلام جميل. أول حاجة باجي أنا كدكتور وأحط صباعي كده قدام العيان، خلاص؟ وأقول له المس صباعي بصباعك يا دكتور يا محترم. بعد كده حط صباعك ده على مناخيرك. هل هو هيعرف يعمل كده ولا لأ؟ فبسميها إيه؟ فينجر أهو تو نوز تيست. طب يا دكتور لو السيربيلم عنده سليم متفل له 10، هيحط صباعه كده عند صباعي ويقوم راجع كده وحاطط على مناخيره بشكل سليم بدون اي مشكله. طيب بما ان السيربيلم عنده سليم هو ازاي قدر يعمل الحركه دي؟ السيربيلم بيعمل حاجه مهمه جدا، بريكنج افكت، عمليه فرمله للحركه. بمعنى ايه؟ فهمنا اكتر يا دكتور. بص يا ابني معايا، هو انا لما احط صباعي قدام العيان واقول له المس صباعي بصباعك ويجي هو يلمس صباعي، بعد كده اقول له حط صباعك على مناخيرك او على النص بتاعك وهو بيرجع صباعه كده، مناخيره دي اسمها النقطة المرادة، فبالتبعية هو محتاج يفرمل حركة ايده عند مناخيره مباشرة ويحط ايده بشكل سليم على مناخيره كده. السيربيلم عنده سليم. طب لو السيربيلم عنده مضروب هتلاقيه بيعمل كده بيمس البوينت، يعني دكتور بيحصل له حاجة ان هو مش قادر يعمل او مش قادر يوصل صباعه ده على النوز بتاعه. خلاص ده بسميه ايه؟ اول تيست بنختبر بيه الكوردينيشن اوف الابر ليمب موفمنت اسمه فينجر تو نوز تيست. او حاجه ثانيه خالص، بحط صباعي كده اقول للعيان يعمل ايه؟ حط صباعي على صباعك. اذا صباعي ده يعتبر النقطه المراده بالنسبه للعيان، فلو العيان السيربيلم بتاعه سليم هيحط صباعه على صباعي كده بكل سلاسه. طب لو السيربيلم بتاعه بايظ ليه بيعمل كده؟ مش قادر ان هو يلمس صباعي، يعني بيمس البوينت، بيفقد النقطة المرادة. خلاص؟ ده التيست التاني بسميه فينجر تو فينجر تيست. أو حاجة أصعب وأصعب. بص يا ابني معايا، في حركات أكثر تعقيدا، حركات مركبة أكتر، يعني تحتاج إلى إيه؟ إلى مهارة، يعني تحتاج إلى سكيل أو مهارة أكتر. زي إيه؟ زي الحركات التبادلية السريعة. بمعنى إيه؟ لو العيان ده قلت له اعمل برونيشن اند سوباينيشن بشكل متبادل وسريع على ايديك، هيعرف يعملها ولا لا؟ مش هيعرف يعملها. طيب انت تقصد ايه يا دكتور اصلا بالكلام ده؟ مثلا خلي العيان يعمل ايده كده،
خلاص. وبعد كده عايز اعمل كده بس بشكل سريع بقى، فاهم الفكره؟ برونيشن اند سوباينيشن اوف البوفان اهو، دي حركه تبادليه سريعه. مين يلا بيعمل كوردينيشن للحركه دي بشكل سريع وبشكل دقيق الى هذه الدرجه؟ هو مين؟ هو وجود السيريبيلم يا صديقي العزيز. وبالتبعيه السيريبيلم ده لو مضروب تلاقي العيان ده يقدر يعمل لك الحركه دي؟ والله ما يقدر. يبقى اذا يا دكتور العيان ده ما يقدرش يعمل الحركات التبادليه السريعه. فيما يعرف بديس داينادوكاينيزيا، يا نهار اسود ومنيل ايش تقول انت يا دكتور؟ اسمها ديس ديادوكاينيزيا. ديس معناها عدم انتظام، ديادو يا دكتور يا محترم اللي هو التبادليه، كاينيزيا معناها حركه، يبقى عدم انتظام الحركات التبادليه، مش قادر يقوم بها بشكل سليم، لان المسؤول عن تنظيم وتنسيق هذه الحركات التبادليه السريعه هو السيريبيلم، واللي عنده مشكله في العين ده. خلاص؟ او في اختبار رابع او تيست رابع ممكن اعمله على العيان. بتعمل ايه؟ ادي قدامك اللي لابس بالطو ده مين؟ ده الدكتور. ولا تمام، ده الدكتور. واللي لابس اسود ده العيان اللي قدامك. اللي لابس اسود ده مين؟ العيان اللي قدامك. بتيجي انت قرب الدكتور وتقول له ناولني ايدك، وتمسك ايده كده زي ما الدكتور ده ماسك ايده بالشكل ده، وتقول له انا هشد ايدك وانت شد عليا. نقول تاني، هقول له انا هشد ايدك وانت ما تسيبش ايدك، لا شد عليا. بص بس انت هتغدر بيه كمان شويه، خلي بالك. يلا بص معايا اهو، انت بتشد ايده وهو بيشد عليك، ومره واحده سيب ايدك. مره واحده انت لما تسيب ايدك، المفروض يا دكتور لو السيريبيلم عنده سليم هيعمل بريكنج افكت فرمله وما يخبطش نفسه. طب لو السيريبيلم عنده مضروب، اوبا بص كده، اعتبر السيريبيلم عندي مضروب. انا كدكتور ايدي اهي وايدي العيان اهي، بشد على ايده وهو بيشد عليا، فجاه قمت انا ساحب ايده، هتلاقيه خبط نفسه. ليه؟ مش عارف يفرمل الحركه، مش عارف يعمل بريكنج افكت، لان المسؤول عن فرمله الحركه او البريكنج افكت هو السيريبيلم. ولذلك التيست ده، التيست رقم 4 في الابر ليمب، بنسميه الارم بولينج تيست. بنسميه ايه؟ الارم بولينج تيست. طيب النورمال فيه يا دكتور ان العيان يقدر يفرمل الحركه اهو، في نورمال ان العيان يقدر يفرمل الحركه، يعني يقدر حاجه يعمل اسمها بريك الموفمنت. النورمال اسمها ايه؟ بريك، يعني يفرمل الموفمنت او الحركه وما يخبطش نفسه يا حبيب قلبي الغالي المحترم. خلاص؟ طيب لو العيان ده عنده مشكله في السيريبيلم، هل هيقدر يفرمل الحركه؟ قولا واحدا لا. يبقى مش هيقدر يا حبيب قلبي الغالي ان هو يبريك الموفمنت، مش هيقدر ان هو ايه؟ مش هيقدر ان هو يبريك الموفمنت. ودي حاجه بنسميها الريباوند فينومينا، يعني نظريه او ظاهره الارتداد، بنسميها ايه؟ ريباوند فينومينا. الاسماء دي مهمه يالا. طب ليه سميناها ريباوند فينومينا؟ بيقول لك خلي بالك من حاجه، العيان ده لو قدامك ماشي ولما انت تسحب ايدك مره واحده ممكن ايده دي تخبط ايه؟ تخبط جسمه، ده اكيد. ولكن ممكن حاجه كمان تحصل، ممكن العيان ده يرتد لورا من كتر ما هو بيشد عليك، يرتد يرجع لورا، يخبط في الحيطه اللي وراه. فعشان كده سميناها ريباوند ايه؟ عشان كده سميناها ريباوند فينومينا. خلاص؟ طيب تقدر تقول لي هو السيريبيلر ممكن يكون مضروب امتى؟ في النيو سيريبيلر سندروم. اشهر حاجه، يبقى اشهر حاجه بتضرب فيها السيريبيلر ايه هي؟ لا نيو سيريبيلر سندروم. خلاص؟ ده اشهر مرض بيضرب فيه السيريبيلر. طيب هو الموفمنت اوف ذا اي، حركه العينين مش تعتبر حركه؟ تعتبر حركه. ولذلك عيان النيو سيريبيلر سندروم برضه هو مش قادر يا دكتور يا محترم يفرمل عينه في الوقت المناسب. فمثلا لو انت واقف قدامي انا ببص عليك اهو، عيني في عينيك كده ببص عليك، لا في واحد في جنبي نادى عليا، واحد في جنبي نادى عليا، فهبص له مره واحده، فتلاقي عينيا لا مش عارفه تسيبك وتروح هناك، ولو سابتك وراحت هناك مش عارفه تقف هناك عند الايه؟ عند النقطه المراده عند الشخص اللي نادى عليا، فتلاقي عينيا عماله تلعب كده مش عارفه تفرمل. كلمه العينين بتزغلل وتلعب كده مش عارفه تفرمل، دي اسمها ايه؟ دي اسمها نيستاجمس، خدناها قبل كده في النظري. اسمها ايه؟ اسمها نيستاجمس. خلاص؟ كل ده بسبب ايه؟ نيو سيريبيلر سندروم. ان السيريبيلم مضروب فما فيش تناسق للحركه، مفيش فرمله الحركه، مفيش بريكنج افكت. تمام؟
ادي تيست 2 3 4 دول اللي احنا بنعملهم على الاوبر ليمب. طيب هل في تيست بنعمله على اللور ليمب نختبر بيه الكوردينيشن اوف الموفمنت؟ طبعا تعال اقول لك عليه، ركز معايا. تعالى بعد كده بقى يا دكتور نشوف الكوردينيشن اوف الموفمنت ولكن في اللور ليمب. هل في تيست اقدر اعمله على العيان اختبر بيه السيريبيلم؟ مش ده يا ابن السيريبيلم؟ ايوه، وقلنا من شويه ان السيريبيلم مسؤول عن الكوردينيشن اوف الموفمنت. ايوه يا دكتور. طب انا عايز بقى اختبر الكوردينيشن اوف الموفمنت في اللور ليمب. في تيست جميل جدا وحلو قوي اسمه الهيل ني تيست. بكل بساطه بنيم العيان واقول للعيان يا دكتور يا محترم، هقول له ايه؟ بص هنا معايا يا عم العيان، عايزك تجيب كعب رجلك اليمين تحطه على ركبتك الشمال. يبقى انا هقول له بليس يور هيل، يعني حط يا دكتور كعب رجلك على الاوبزيت ني، على ركبتك الثانيه. ادي يا عم رجله اليمين هيحطها فين؟ هيحطها على ركبته الشمال. حلو. طب هو يا دكتور علشان يقدر يحط رجله او كعب رجله، يقدر يحط كعب رجله اليمين على ركبته الشمال عشان يقدر يركبهم على بعض كده، لابد ان يكون عنده كوردينيشن اوف الموفمنت. هصعبها عليه اكتر واكتر، اقول له عملت كده؟ ايوه. هقول له مش عارف قصبه رجلك؟ عارف قصبه رجلك يا عيان؟ اه. هقول له مشي كعب رجلك عليها من عند الركبه وانت نازل كده على رجلك بالاتجاه ده كده. يا نهار ابيض، صعب. لو العيان ما عندوش كوردينيشن محترم وفي الموفمنت عمره ما يعرف يعمل الحركه دي. لكن لو انت دلوقتي نمت على الارض وجربتها في نفسك هتعملها ببراعه. ليه بقى؟ لان السيربيلم عندك شغال. ولذلك يا حبيب قلبي الغالي المحترم، لو الشخص اللي قدامك ده طبيعي هيقدر يحط كعب رجله اليمين على ركبته الشمال ويمشي كعب رجله اليمين على قصبه رجله الشمال بكل سلاسه. لكن لو الشخص مضروب عنده السيربيلم، يعني اب نورمال مضروب عنده السيربيلم، قلنا ده مرض اسمه ايه؟ قلنا اسمه نيو سيريبيلر سندروم. تمام تمام يا دكتور. هل عنده تايمينج او بلانينج، يعني تنسيق وتخطيط الحركه؟ لا، لان السيربيلم المسؤول عن تناسق الحركه اصلا مضروب، فهو ما عندوش تايمينج ولا بلاننج لاي اكشن بيقوم بيه. فهمت؟ طيب كلام جميل جدا. ده يا دكتور ازاي اقدر اعمل تيست للكوردينيشن اوف الموفمنت على اللور ليمب، اسمه ايه؟ الهيل ني تيست. اوكي، الكلام ده كله يتحفظ زي اسمك، الله يكرمك. حتى كمان بالميكانيزم، تقول للبيشنت ايه؟ بليس يور هيل على او اون ذا اوبوزيت ني، بعد كده سلايد along anterior surface of التبيا، يعني ماشي يا دكتور كعب رجلك على الانتيريور سيرفيس اوف التبيا. تمام، بتاعت مين بقى؟ التبيا بتاعت الاوبوزيت ليج. لو قدر يعملها يبقى خلاص السيريبيلم عنده سليم. ما قدرش يعملها يبقى انت دكتور تشك ان العيان ده عنده نيو سيريبيلر سندروم. يبقى هو السيريبيلم عنده مضروب، مش قادر يعمل تايمينج ولا بلاننج للاكشن بتاعت السيريبيلم، وبالتبعيه دكتور مش قادر ان هو يعمل تنسيق للحركه، فقط الكوردينيشن اوف الموفمنت. خلاص؟ طيب كلام جميل، ركز معايا عشان نكمل. تعالى بعد كده بقى يا دكتور نتكلم عن حاجه اسمها الاتاكسيا. كلمه اتاكسيا يا حبيب قلبي الغالي معناها عدم تناسق الحركة، يعني incoordination of movement، عدم تناسق الحركة بسبب ايه؟ errors او اخطاء في الريت يعني معدل، في الرينج يعني مدى، في الدايركشن يعني اتجاه الموفمنت، ولكن العيان ده مش مشلول، يعني without paralysis. نقول تاني، العيان بتاع الاتاكسيا مش عيان مشلول، يا العيان ما عندوش باراليسيس، ولكن الحركات بتاعته فيها عدم تناسق، في انكوردينيشن اوف الموفمنت، سواء في مدى الحركه او في اتجاهها او في معدل الحركه. فاهم قصدي؟ بسبب ايه بقى؟ بسبب ان السيريبيلم مضروب، لان اللي بيعمل تناسق للحركه هو السيريبيلم. فعليا يا دكتور الاتاكسيا نوعين، سنسوري وموتور، وبما اننا بنتكلم عن الموتور فهنتكلم عن الموتور اتاكسيا. ايه هي المانيفستيشن اللي بتظهر على العيان اللي عنده اللي هو يعاني او عنده موتور اتاكسيا؟ موتور اتاكسيا يعني السيريبيلم مضروب، يعني فيما يعرف بنيو سيريبيلر سندروم. خلاص، نيو سيريبيلر سندروم.
في اربعه مانيفيستيشن مرصوصين قدامك، دول حفظ صم ودول شرحتهم من شويه. سيربيلا مضروب، اول حاجه ديفكت اوف السكيلد موفمنت، يعني ايه؟ الحركات المهاريه، الحركات التي تحتاج الى المهاره زي السبيتش او الكلام. فمثلا لو انا عايز انادي على العيان واقول له يا ممدوح، عايز انادي على العيان واقول له يا ممدوح، يا ممدوح قول اسمك، العيان اسمه ايه؟ لا اسمه ممدوح. ممدوح عنده نيو سيريبيلر سندروم، هل ممدوح يعرف يطلع كلمه ممدوح كويس؟ اطلاقا لا. ليه؟ حرف الميم له برنامج حركي متخزن عنده في الكورتكس ولازم يعدي على السيريبيلم يصححه ويعدله ويظبطه، والسيريبيلم كمان يا دكتور بيعدل او بيادجستمنت الحركه، لان الى الكلام ده السبيتش ما هو الا موتور اكتيفيتي، لسان بيتحرك، فوكال كود بتتحرك، فاهم قصدي؟ ولذلك لما اجي اقول له قول اسمك يا ممدوح، هو برامج الحركه عنده ما بتتعدلش، فعنده يا دكتور سليرد او سكانينج سبيتش، كلام مقطع فيه تهته، فيقول يقول بدل ما يقول ممدوح يقول ممدوح ممدوح اسمك ايه يا حاج ممدوح، فاهمني؟ ده اسمه ايه؟ سليرد سبيتش، كلام متقطع بيطلع الكلام يلا بالعافيه، كل حرف ما يعرفش يدمجهم مع بعض، ما يعرفش يعمل كوردينيشن للسبيتش بتاعه، لان السبيتش ده ما هو الا موتور اكتيفيتي. يبقى ديفكت في السكيلد موفمنت سليرد او سكانينج سبيتش. تاني حاجه امسك ايد العيان شد عليه وقول له شد قصادي، وفجاه سيبها طق هيخبط في نفسه، ريباوند فينومينا، ويرجع يرتد لورا. يا دكتور عنده inability to break the movement، عنده عدم مقدرة انه يفرمل الحركة لان السيريبيلم عنده مضروب. تالت حاجة قول له اعمل ايدك كده، اعمل كده بقى اهو، اعمل يا دكتور يا محترم برونيشن اند سوباينيشن. البرونيشن اند سوباينيشن الحركة دي اسمها رابت، يعني سريعة، alternating تبادلية، opposite يعني عكس بعض، اهو برونيشن سوباينيشن، برونيشن سوباينيشن، برونيشن سوباينيشن. الحركات دي يا دكتور يا محترم هل هو يقدر يعملها؟ لا طبعا، عنده inability to perform rapid alternating opposite movements فيما يعرف ب dysdiadokinesia زي ما انا لسه قايلها من شويه. نفس العيان ده الاي موفمنت او الحركه بتاعت عينيه معتمده على muscles او عضلات الاكسترا اوكيولار مسل، العضلات دي يا دكتور هي اللي بتحرك عينيه يمين وشمال، فلو هو مركز معاك واحد في الجنب نادي عليه هو مش هيقدر يبريك، مش هيقدر يوقف عينه يا دكتور عند الشخص اللي نادي عليه، يبقى عنده تريمورز او رعشه في عينيه فيما تعرف بنستجمس. تعرف ايه يا دكتور؟ تعرف بنستجمس. هو يا دكتور العيان ده بيأتمب او بيفشل في ان هو يفكس اوبجكت بعينيه، يعني انت لو مديت عليه كده بص بص يبص مش قادر يثبت عينيه عليك، عينيه تروح رايحه جايه رايحه جايه، لان هو فقط البريكنج افكت اللي هو الفرمله اللي اهم حاجه بيقوم بيها السيريبيلوم. طيب هل يا دكتور في حاجه غير الاربعه دول؟ طبعا في، ولكن في الامتحان الاربعه دول ما ينفعش تسيب منهم واحد. اول حاجه ديفكت في السكيلد موفمنت سلورد سكانتنج سبيتش، ثاني حاجه ريباوند فينومينا ان ابيليتي تو بريك الموفمنت، لو شديت قصاد ايده يا دكتور وسبته مره واحده هيخبط في نفسه ويرتد لورا، ثالث حاجه يا دكتور ديسدايادوكينيزيا ان ابيليتي تو بيرفورم رابيد الترنيتنج اوبوزيت موفمنت، رابع حاجه نستجمس عنده تريمرز اوف الاي يا دكتور اتمب يفشل تو فيكس العين بتاعته او الاي بتاعته على ايه؟ على ان اوبجكت يا دكتور المحترم عينه مش عارف يفرمل عينه في الوقت المناسب، فعينه تفضل رايحه جايه بالشكل ده كده فيما يعرف بالاستجمس. حاجه كمان، في حاجه اسمها ديسمتريا، ده رقم خمسة بقى زيادات، حاجه اسمها ايه؟ ديسمتريا، او نقدر نسميها يا دكتور يا محترم الباست بوينتنج. باست ايه؟ نقدر نسميها باست pointing. الشخص اللي قدامك ده بيعمل حاجة اسمها overshooting، يعني يتخطى ويعدي النقطة المرادة. فمثلا لما تيجي تقول له حط صباعك بعيد وهاته على النوز او مناخيرك، هو ما يقدرش يفرمل صباعه عنده مناخيره لان هو بيفقد البريكنج افكت او الفرمله، فبيوفر شوت بيعدي مناخيره لورا، بيعديها يا دكتور بيعدي النقطة ايه؟ بيعدي النقطة المرادة. خلاص دي حاجه اسمها ديسمتريا او باست بوينتنج. باست بوينتنج يعني بيتعدى النقطه المراده بسبب انه فقد مين؟ بسبب انه فقد البريكنج افكت او برنامج الفورمولا. طيب هو انت بقى لو جيت تقول له
مد ايدك وامسك كاسه الميه واشرب. تاني، مد ايدك وامسك كاسه الميه واشرب. هيمسك كاسه الميه كده، هيقربها من بقه، مش عارف يفرمل، فيبدا ايده تهتز بالشكل ده، يمسك ايده بايده التانيه وايده برضه عماله تهتز بالشكل ده. ده حصل تريموس. حصل ايه؟ تريموس. ولكن هذه التريموس بتظهر مع الموفمنت او الحركه. تقصد ايه؟ اصل اقول لك طول ما هو قاعد ساكت ما بيعملش حاجه، ما عندوش رعشات او تريمرز في ايده. لكن وقت ما اوكله بمهمه صعبه عليه، انه مثلا يمسك كاسه الميه ويحطها عند بقه علشان يشرب، هو مش قادر يفرمل، فيحاول يفرمل اوفر شوت، فيرجع تاني اوفر شوت، يرجع تاني، فايده تفضل تعمل تريمرز او ترعش. هذه الرعشات يا دكتور بتظهر مع الحركه، ولذلك بنسميها رقم سته بقى الزياده، بنسميها كاينيتيك تريمرز، يعني رعشات بتظهر مع الحركه. اوسكالتيشن بتحصل يا دكتور المحترم، تمام؟ الاوسكالتيشن دي بتحصل ليه؟ هو عايز يحاول يعدل الباست بوينتنج او ديسمتريا اللي بتحصل عنده. مسك كيست الميه، حصل له اوفر شوت يعني ديسمتريا، فعايز يصلحها، فيرجع تاني يحاول يجيبها، يحصل له ديسمتريا، فايده تفضل ترعش رايحه جايه كده، لانه بيفشل في معالجه الديسمتريا، لانه فقد مين يا البريكنج افكت او نظام الايه الفرمله. خلاص، ده كده يا ابني كل المانيفيستيشن بتاعه الموتور اتاكسيا، او ممكن في الامتحان يقول لك ايه النيو سيريبيلر سندروم. الاربعه اللي تحت دول ما فيهمش شعور، وافتكر لي طبعا الاثنين الباقيين ما فيهاش مشاكل يعني. خلاص، طيب كلام جميل جدا، ركز معايا علشان نكمل. تعالى دلوقتي بقى نتكلم عن موضوع ممتع وجميل ولذيذ، وهمزجك ومتعك واوري لك فيديوهات. بص انا هخليك يلا قاعد متكيف مستقميس قدامي، اقسم بالله هتحس فعلا انك تنين محلق في سماء الطب عامه، مش في السيولوجي بس يعني. فالله المستعان، ركز بس معايا وسيبها على الله ثم عليا. يا دكتور وانت تخصصت باذن الله، ربنا يوفقك كده، وتخصصت نيورولوجي او مخ واعصاب، وانت قاعد في العياده بتاعتك، العيان وهو داخل عليك من مشيته تقدر تشخصه؟ اه. نقول تاني، العيان وهو داخل عليك من المشيه بتاعت العيان تقدر تشخصه؟ ايوه دكتور اقدر اشخصه. طب ثواني، اذا انا عندي كذا جيت او كذا مشيه للعيانين، وبالتبعيه من خلال مشيته بقدر اشخصه. فاول مشيه يا دكتور اسمها سيركمدكشن جيت. الاول انا هقول لك المرض اللي بيعملها، واوضح لك ازاي المرض ده بيعمل المشيه دي بالتفصيل، وبعد كده في فيديوهات طبعا وشغل دلع كمان شويه، ما تستعجلش. بص يلا معايا، لو حصل للعيان ده يوني لاترال ابر موتور نيرون ليجن، يعني مخه الناحيه دي اتضرب، فبالتبعيه هياثر على الاوبزيت سايد. حصل ايه عند العيان يا دكتور؟ اهو يوني lateral upper motor neuron lesion. الجزء الثاني من جسمه، يعني الجزء المظلل باللون الاصفر قدامك ده، هيعاني من ايه يا معالي الدكتور المحترم؟ هيعاني من حاجه اسمها هايبرتونيا. يبقى الجزء الاصفر ده يا دكتور اللي هو ده جسمه كله، وده وده، الجزء الاصفر المظلل بالاصفر هيعاني من حاجة اسمها هايبر تونيا. طب ليه هايبر تونيا؟ لأن الأبر موتور نيرون ليجن بيزود الديستشارج أو بيزود الفاسيليتيشن على الجاما زي ما أخدنا من شوية، فجاما تطلع ديستشارج أكتر، ولما جاما موتور نيرون يطلع ديستشارج أكتر يا معالي الدكتور المحترم إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل يالا؟ لما جاما تطلع ديستشارج أكتر إيه اللي يحصل؟ يبقى حيب قلبي الغالي هتروح تعمل ايه؟ تعمل مور اند مور كونتراكشن في البريفرال كونتراكتايل بارت وفي الانترافيوزال ماسل فايبر، فتعمل ستيميوليشن للريسبت اكتر والريسبتور اكتر واكتر، اللي هو الاسترتش ريسبتور، وبالتبعيه يا دكتور يعمل مور اند مور كونتراكشن في المصل، لانه في الابر موتور نيرون ليجن كنا بنفقد الانهبيشن، كنا بنفقد الحاجات اللي بتعمل انهبيتوري على الجاما، فمين يا دكتور ياخد اللجام؟ مين يكون مسيطر الفاسيليتاتوري على الجاما؟ زي ما قلت من شويه، فالفاسيليتيشن الزياده على الجاما موتور نيرون يعمل ايه يا تنين في السيرولوجي؟ فاسيليتيشن زياده يعمل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، صح ولا مش صح؟ يبقى العيان ده هايبرتونيك، يعني الناحيه الصفراء كلها من جسمه متخشبه،
وكذلك رجليه بقى اللي تهمني. هو يا دكتور بيقدر يتحرك؟ لا قوي. يعني هو يا دكتور يا محترم بيعمل ايه علشان يحرك رجله التانية دي؟ ماسك عكاز في رجله اهو، رجله التانية دي سليمة فبيزق رجله دي لقدام. طب رجله الصفرة مش قادر، فيعمل ايه؟ بيزقها وبينقلها بوسطه، فلما ينقلها بوسطه بص كده معايا، بتفتح منه غصب عنه، بعد كده يرجع يلمها تاني، فلما تيجي تبص بتعمل شكل نص دايره اهو في الرسمه الجرافيك الجميله الممتعه اللي قدامك. علشان كده سميناها سيركمدكشن جيت، او بنسميها سباستيك جيت، ولها من اسمها نصيب. وليه لها من اسمها نصيب؟ لان نص العيان الاصفر اللي مشلول قدامك بيكون سباستيك ومتخشب، لان ده ابر موتور نيرون ليجن، هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا. ادي اول جيت عندك بنسميها سباستيك جيت او سيركمدكشن جيت. باي ذا واي، لو انا جيت على رجل العين الصفراء اللي قدامك دي وعملت عليها بلانتر ريفلكس، هيطلع نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. ليه يا لا؟ لان عنده ابر موتور نيرو ليجن يا كفته، وبالتبعيه يا دكتور يظهر عنده ايه؟ بوزيتيف بابينسكي ساين. صح ولا مش صح؟ صح. فبتيجي نتكلم عن المشيه الثانيه اسمها هاي ستيبش جيت. العيان يلا بيرزع في الارض وهو ماشي، العين بيعمل ايه؟ بيرزع في الارض. قول لي يا دكتور زي ما احنا متعودين المرض والسبب والتفسير. بص يا ابني معايا، العيان ده اتضرب عنده مثلا الدورسال كول في البدايه، نعود ادراجنا لورا شويه، وعايزك تفكرني هو الدورسال كول ان ده كان من ضمن الحاجات اللي بيشيلها المهمه جدا حاجه اسمها البروبريوسيبشن او الاحساس بالبوزيشن. صح ولا مش صح؟ صح يا دكتور. طيب العيان اللي قدامك ده عيان مثلا تيبس دورسالس، عيان ايه؟ عيان تيبس دورسالس مضروب عنده الدورسال كولم، وبما ان الدورسال كولم مضروب عنده بالتبعيه بيفقد الاحساس بالبوزيشن، وبما انه بيفقد الاحساس بالبوزيشن يا دكتور يا محترم، اذا ما بيحسش برجله وهي بتنتقل من مكان لمكان من خطوه لاخرى، ولذلك العيان بيمشي يرزع في الارض، يرزع في الارض، علشان لما يرزع في الارض يسمع صوت الخبطه فيعرف ان رجله لمست الارض وتمتع وتمسك. يا له تاني يا دكتور، هو ده نوع من الاتاكسيا؟ اه ده نوع من الاتاكسيا، ده انكوردينيشن اوف الموفمنت. بس خلي بالك من حاجه، هو الاتاكسيا هنا سببها ايه؟ سببها ان العيان مش حاسس بالبوزيشن بتاع رجله. اذا اسميها ايه؟ اسميها سنسوري اتاكسيا. شفت يا ابني العظمه؟ شفت يا ابني المتعه؟ متعه يا لا، متعه يا لا، اقسم بالله. بغض النظر بقى عن الضغط اللي انت فيها، اللي احنا كلنا فيها، ماشي يا دكتور؟ عيان اتضرب عنده الدورسال كولوم ففقد الاحساس بالبروبريوسيبشن او احساس عضلات رجليه، وبالتبعيه العيان بينقل رجله وهو ماشي مش عارف رجله رايحه فين، لانه فقد الاحساس بالبوزيشن، فقد البروبريوسيبشن، زي مثلا مرض التيبس دورسالس اللي بيتضرب فيه الدورسال كولوم. ولذلك يا دكتور العيان مش عارف رجله رايحه فين، فيرزع في الارض وهو ماشي، يرزع في الارض، يرزع في الارض، يرزع في الارض، علشان لما يرزع رجله في الارض يسمع صوت رزع رجله في الارض فيعرف ان رجله لمست الارض. والعيان ده كذلك هو ماشي تلاقيه كده بص على الارض عايز يشوف رجله، يعني هو بيعتمد انه يعرف مكان رجله لمست الارض ولا لا عن طريق السمع، بيرزع رجله في الارض، وعن طريق الرؤيه او الفيجن بيشوف رجله هنا مثل الارض. ولذلك العيان ده كنت بقول لك زمان قلتها اثناء النظري، لو انت موقفه قلت له غمض عينك هيجي يغمض عينيه، اول ما يجي يغمض عينيه يا دكتور ممكن يقع، ما يقدرش يفضل واقف وهو مفتح وهو مغمض عينيه. طب ليه؟ ان العيان ده علشان يقدر يسطب حلو ويقف كده لازم مخه يا دكتور يكون منظم التون بتاع جسمه بطريقه معينه. طيب جسمه يا دكتور يا محترم، بص بقى معايا، جسمه يا دكتور يا محترم المفروض في النورمال والطبيعي بيبعت اشارات للمخ يعرفه مكان كل عضله. العيان عنده تيبس دورسالس فقط يعني ما عادش بيبعت يا دكتور بروبريوسيبشن للمخ، ولذلك يا دكتور يا محترم بيعتمد علشان يسطب حيله على حاجتين، الترزيع في الارض هو ماشي والرؤيه. طب هو واقف دلوقتي مش هيرزع في الارض، قول له غمض عينيك يقع من طول. طب ليه؟ انه ما يقدرش يا دكتور يظبط التون بتاع جسمه، لان مخه مش عارف كل حته في جسمه موجوده فين، فبيعتمد على الفيجن او الرؤيه. لو انت قلت له غمض عينيك فقد الفيجن او الرؤيه يقع، ودي حاجه بنسميها ايه؟ بوزيتيف رينبيرج ساين، بوزيتيف رينبيرج ساين، ودي اخذناها بالتفصيل في النظري وبنكررها هنا دلوقتي. طبعا هوري لك ليها فيديو انيميشن كمان شويه، فيديو حقيقي مش انيميشن كمان. طيب
الجيت رقم 3 او المشي رقم 3. العيان ده مضروب عنده السيريبيلر، يعني عنده يا دكتور نيو سيريبيلر ليجن، او عنده نيو سيريبيلر ليجن. بما ان العيان ده مضروب عنده السيريبيلم وعنده نيو سيريبيلر ليجن يا دكتور، مش قادر يعمل تنسيق وتناسق او كوردينيشن للحركه، فالعيان بيمشي عامل زي المسطول، بنسميها درانكن جيت بالشكل اللي قدامك ده كده، بنسميها ايه؟ درانكن جيت. يعني درانكن جيت يا دكتور مشيت المسطول، العيان ماشي عامل زي ايه؟ عامل زي المسطول او المخمور يعني السكران. تمام. طيب ليه يا دكتور؟ لان السيربيلم اللي بيعمل كوردينيشن للحركه مش موجود، فالعيان مش عامل كده، وتحس انه هيغمى عليه بقى هو ماشي، ماشي يتطوح، ماشي ايه؟ يتطوح يعني. طبعا الكلام ده هيوضح اكتر واكتر مع فيديوهات كمان شويه، ولا يجوز شرح الجزئيه دي من غير ما اقول لك كل ماشيه ازاي. مش من اجل الامتحان، ما في الامتحان مش هجيب لك المشيه، بس من اجل انت كدكتور يلا. خلاص طيب. المشية اللي بعد كده بتاعت عيان الباركنسون، عن مين؟ باركنسونز جيت. عيان عنده باركنسونيزم. العيان اللي عنده باركنسونيزم يا دكتور بنلاقيه كالآتي: ايديه الاثنين مخشبين كده، ورجليه حبيب قلبي الغالي موطي كده اهو، ماشي مقتب كده، وبيزحف وهو ماشي، يعني ما بيرفعش رجله مع الارض، بيخلي رجله تجرجر وراء الارض، بنسميها شوفلنج جيت او مشيه الزحف. ليه العيان ده بيزحف؟ مش بيزحف معناه ان هو بيزحف على بطنه، يعني مش عايز غباء، امال ايه يا دكتور؟ بيزحف معناه ان هو رجله ما بتطلعش على الارض، بيحك رجله في الارض وهو ماشي. دي اسمها ايه؟ باركنسون جيت. طيب كلام جميل جدا. كذلك يا دكتور لو عيان بقى ما عندوش مشكله في الابر موتور نيرون خالص، العيان ده مضروب عنده اللور موتور نيرون، وبالتبعيه عنده لور موتور نيرون ليجن. طيب العيان ده عنده لور موتور نيرون ليجن، عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو عنده هايبوتونيا، فالعيان ده مش عامل كده، التون عنده قليل جدا، فبنسميها وولدنج جيت. وكلمه وولدنج يا دكتور معناها تمايل، فبيقولوا عليها مشية التمايل، العيان بيتمايل وهو ماشي. طب بيتمايل وهو ماشي ليه؟ لأنه عنده يا دكتور هايبوتونيا. طب هو ليه عنده هايبوتونيا؟ بسبب اللور موتور نيرون ليجن. تمام؟ تمام. تعال أقول لك يا دكتور، أدي مشية 2 3 4 5، خمس مشيات، وش هتلاقيهم قدامك. تمام؟ سيركمدكشن جيت. العيان يا دكتور عنده أبر موتور نيرون ليجن، وبالتبعية نص جسمه يونولاترال مشلول، ولذلك عنده هايبرتونيا، فنص جسمه متخشب، فبيجي يمشي بينقل رجليه وهو ماشي، فبيعمل نص دايرة زي الشكل اللي قدامك ده. المشية التانية الهاي ستيبج كيت، العيان بيرزع في الأرض، بيرزع في الأرض وهو ماشي، العيان مضروب عنده الدورسال كولوم زي التيبس دورزاليس، العيان ده عنده سنسوري أتاكسيا، لا يدرك ولا يشعر بأماكن رجليه، وبالتبعية بيرزع في الارض علشان يقدر يسمع رجله وهي بتخبط الارض، فيعرف ان رجله لمست الارض، ولذلك العيان ده هو واقف قلت له غمض عينيك هيقع، بصف يا دكتور رومبيرج ساين، علشان العيان ده بيقدر ان هو يصطب حلو عن طريق الفيجن، فانت لو منعت عنه الفيجن قلت له غمض عينيك هيغمى عليه ويقع، مش هيغمى عليه، هيقع، هيفقد التوازن بتاعه ويقع. تمام. ولذلك كنت شفت حلقه قبل كده قلت لك عليها اثناء الشرح زمان، كنت بقول لك واحد جاي يشتكي انه لما بيدخل الحمام يا دكتور لما يجي يغسل وشه ويغمض عينيه بيقع على الارض، بيختل ويفقد التوازن. ليه؟ بوست فريمبرج ساين. خلاص. طيب المشيه الثالثه درانكن جيت، مشيه المسطول، مشيه يتطوح. طب هو مشيه يتطوح ليه؟ السيربيلم عنده مضروب، مشيه يتطوح يلا، بص حاسس انه هيغمى عليه، مشيه يتطوح ليه؟ النيو سيربيلر ليجن، السيربيلم عنده مضروب، والسيربيلم مسؤول عن الكوردينيشن وتنسيق الحركه. الحركه اللي بعد كده يا دكتور او المشيه اللي بعد كده شوفلنج جيت، شوفلنج جيت، مشيه العيان بتاع الباركنسون بيغر رجله، بيزحف برجله، ما يقدرش ان هو يرفع رجله مع الارض. بعد كده يا دكتور لو في لور موتور نيرو ليجن، المشيه الاخيره بنسميها وولدنج جيت، مشيه التمايل. طب ليه تمايل يا دكتور؟ انه يا دكتور يا محترم بيتمايل وجسمه كله بيتمايل كده، انه ما فيش تون في جسمه، فتحس ان جسمه كده يلا مرهره، بنسميها وولدنج جيت او مشيه التمايل. تعالى بقى اوري لك كل مشيه لوحدها في فيديو ازاي على عيان حقيقي قدامك، علشان يلا تكون اتزرعت في دماغك تشوفها بعد كده تفتكرني.
افتكر الحصة الجميلة بتاعتنا دي. يلا ما تخلص يا دكتور. حاضر، تعالى بعد كده يا دكتور نتكلم عن اول جيت، الا وهي السيركمفكشن جيت او السباستيك جيت، اللي بيكون فيها يونيلاترال ابر موتور نيرو ليجن، فبتلاقي نص جسم العيان متخشب او سباستيك يا دكتور، في هايبرتونيا. بص معايا وركز على المشيه الجينيه اللي قدامك دي، العيان يلا بص ايده متنيه اهو من كتر التون، ورجله يا دكتور مشدوده جامد عامله زي العكاز بيسند عليها. بص كده معايا بيعمل نص دايره وهو نص دايره وهو ماشي، نص دايره وهو ماشي، فبنسميها سيركمفكشن جيت. بنسميها ايه؟ سيركمفكشن جيت. اهو قدامك اهو، اشبع منها زي ما انت عايز. المشيه بعد كده هنتكلم عنها يا دكتور يا محترم، الا وهي الهاي ستيبج جيت. الهاي ستيبج جيت دي بيكون فيها سنسوري اتاكسيا. بما ان فيها سنسوري اتاكسيا معالي الدكتور المحترم، العيان فقد البروبريوسبتيف سنسيشن، فما يعرفش الاحساس بتاع مكان رجله فين، فبيرزع في الارض وهو ماشي عشان يسمع الصوت فيعرف ان رجله لمست الارض بالشكل قدامك ده كده. اهو بص بيرزع في الارض وهو ماشي زي ما انت شايف بالشكل الجميل ده. نشوفها تاني اهو، العيان بيرزع في الارض وهو ماشي عشان لما رجله تخبط في الارض يسمع الصوت. يا معالي الدكتور المحترم وركز معايا. طيب عايز اسالك سؤال، طب نفس العيان ده يا دكتور لو انا جيت خليته وهو واقف يغمض عينيه هيغمى عليه؟ لا مش موضوع هيغمى عليه، ام سوري، لكن هيقع من طوله، لان هو بيصلب حلو بيقدر يقف عن طريق الفيجن او الرؤيه. فلما حضرتك يا دكتور تخليه يغمض عينيه هيقع على الارض فيما يعرف ببوست فريمبرج سباين. خلاص ركز معايا. المشيه اللي بعد كده يا دكتور او الجيت اللي بعد كده هي الدرانكن جيت. هي يا دكتور كنت بقول لك بتاعه الشخص المسطول. طب هو مسطول ليه؟ عنده نيو سيريبيلر ليجن، سيريبيلم عنده مضروبه، السيريبيلم كان المسؤول عن الكوردينيشن اوف الموفمنت، فبتلاقيه ماشي يتطوح زي المسطول، عنده نيو سيريبيلر سيندروم. ركز كده في المشيه بتاعته، بص اهو والله بيتطوح وهو ماشي اهو عامل زي الدرانكن جيت. بص ركز في مشيته كده، بص شوف دي شوف دي بيتطوح زي المسطول قوي. ده بنسميها ايه؟ بنسميها درانكن جيت بتاعت النيو سيريبيلر ليجن. بعد كده دكتور هنتكلم عن الشفلنج جيت بتاعت عيان الباركنسون ديزيز، او بنسميه باركنسون جيت او تلاقيها شفلنج جيت. العيان دكتور ما بيرفعش رجله على الارض، بل بيزحف برجله على الارض كده زي المشيه اللي هتشوفها قدامك دي. بص كده العيان بيمشي ازاي، بص بتلاقيه موط كده، بص هيبدا يمشي زي العيان قدامك. بص شوفلينج جيت، بص ماشي ازاي. دكتور ده بارع بارع، ده دكتور على فكره بيقلد المشي مش عيان يعني. بص باركنسون فايده بتترعش، مرض الرعاش، شوف بيمشي ازاي، رجله بتزحف على الارض وهو ماشي. ده بنسميها التروفلينج جيت يا دكتور، اللي هي مشيه عيان الباركنسون ديزيز. اوكي طيب اهو بص بطيئه جدا فيري سلو، ورجليه بتزحف على الارض بالشكل انت شايفه قدامك ده. اخر جيت او اخر مشيه موجوده عندنا هي مشيه العيان بتاع اللور موتور نيرو ليجن، اللي بنسميها الوولدنج جيت او الوودلنج جيت، اللي هو يلا العيان ماشي يتمايل بسبب ايه؟ بسبب الهايبوتونيا. ادي عامل وولدنج جيت قدامك، بص العيان مش عامل ازاي؟ كانه بيتمايل هو ماشي اهو، بص كده، وهتبان اكتر واكتر لما يديلك ظهره كمان شويه. ده عيان هايبوتوني، تحس يلا كده ان جسمه كله سايب من بعضه، مش ما تحسوش متخشب. بص كده بص ماشي ازاي، بيتمايل ازاي، بص بص شايف التمايل، شايف وسطه بيعمل ازاي. دي بنسميها ايه؟ الوودلنج جيت، اللي هي مشيه التمايل بسبب اللور موتور نيرو ليجن، بسبب حاجه اسمها الهايبوتونيا اللي بتحصل، بيفقد التون بسبب اللور موتور نيرو ليجن. ادي الفيديو قدامك اهو، شوفه كمان مره اهو، العيان بيتمايل وهو ماشي بالشكل اللي انت شايفه ده. خلاص بص هيجي يقعد مش قادر يقعد، ما فيهوش يلا ما فيش طول. بص بص شوف هيقعد ازاي، رجله مش ماسكه نفسها، ما فيش طول. بص عشان يقعد هيعمل ايه اهو معايا. طيب كلام جميل جدا. مش هأطيل عليكم يا شباب اكثر من كده،
احنا كده يعتبر خلصنا الموتور ما عدا تجربة صغيرة وسهلة جدا اسمها بتاعت الفروج او الضفدع. التجربة دي يا دكتور يا محترم هناخدها بإذن الله، هنزلها النهاردة مساء مع الايه، مع الهيرينج، العامل بتاع الهيرينج. اوكي، لان عامل الفيجن هيحتاج حصة لوحده. فالله المستعان، تعالى كده نبدأ نحل مع بعض سريعا. طبعا انت بقى اقسم بالله هتقعد تحل حاطط رجل على رجل بعد الشرح ده والاعداد دي كلها. نحل مع بعض شوية الأسئلة اللي قدامك دول علشان ربنا يكرمنا كده ونكون عملنا كل اللي علينا. أول حاجة بيكلمك عن السوبرفيشال ريفلكسز، بيقول لك ديسكرايب هاو يو كان اكزامين الابدومينال ريفلكس، هاو تو اكزامين الابدومينال ريفلكس. هتعمل دكتور ستروك سكيم اوف اتش سايد اوف الابدومينال وول، هتجيب دكتور بطن العيان كده تختار منها سايد، تمام، وتقوم يا دكتور عامل سكراتشنج عليها مثلا ببلانت اوبجكت او كي او بنسل او ايه، مفتاح او بنسل او ايا يكن. هتعمل فين؟ اباف الامبليكس وبلو، بلو الامبليكس واباف الامبليكس، خلاص. طيب لو قال لك بقى بعد كده خلي بالك من حاجه، الريسبونس بتاعه ايه لو عايز تزود، هتقول الريسبونس دوت هيؤدي الى كونتراكشن اوف الاندر لاينج ايه، ابدومينال ماسل، خلاص. طيب تاني سؤال، ستيت ذا نورمال ريسبونس اوف الابدومينال ريفلكس. ده سؤال لوحده، هو بيسالك عن الريسبونس كونتراكشن اوف الابدومينال ماسل اند ايه بقى، ما تنساش دي بالله عليك. الحاجه الثانيه ديفيشن، يعني الامبليكس بتنحرف ناحيه الاستنويتد سايد اللي انقبض، لان العضله ما بتنقبض بيحصل لها شورتنينج فتشد الامبليكس تحت، خلاص. السؤال رقم ثلاثه، انيوميريت انذر تو سوبرفيشال ريفلكس. قول لي يا عم كذا سوبرفيشال ريفلكس كمان. والله يا دكتور في بلانتر ريفلكس، هو كتبه هنا اهو، تمام. والبلانتر ريفلكس ده يا دكتور بيقول لك بقى ايه، اكزامين الانتجريتي بتاعته، يعني هو اكزامين الانتجريتي اوف، يعني بمعنى صح بيقول لك ده احنا بنكزامين بيه سلامه السنتر بتاعه، صح؟ طب السنتر بتاع البلانتر ريفلكس يا معالي الدكتور المحترم كان كام وكام؟ البلانتر ريفلكس يا حبيب قلبي الغالي المحترم السنتر بتاعه زي ما حضرتك عارف كان ساكرال واحد واثنين، يعني ساكرال واحد وساكرال اثنين. فلو البلانتر ريفلكس عندك سليم يبقى الساكرال واحد في السبينال كورد وساكرال اثنين سلام. مثال اخر مثلا، هو كاتب عندك الكورنير ريفلكس. الكورنير ريفلكس دوت تقدر تقول لي السنتر بتاعه ايه؟ السنتر بتاعه مش مكتوب عندك، معلش، كرينيال رقم خمسه ورقم كام ورقم سته. طيب هيجي واحد يسالني سؤال ويقول لي يا دكتور طب ما هو لو انا عايز اقول له مثلا بلاتال ريفلكس اللي مكتوب، سهله جدا. البلاتال ريفلكس يا حبيب قلبي الغالي المحترم هتقول له والله بلاتال ريفلكس ده برضه يعتبر سوبرفيشال ريفلكس، والبلاتال ريفلكس السنتر بتاعه مين بقى؟ السنتر بتاعه المظله زي ما مكتوب عندك في المذكره. طيب بيقول لك بعد كده كونسيرنينج لتراي سيبس جيرك ريفلكس. دخلنا بقى على ايه، على الجيرك ريفلكس. عايز اتكلم عن مين يا دكتور؟ عايز اتكلم عن لتراي سيبس جيرك ريفلكس. طيب ماشي، عايز ايه بقى؟ ديسكرايب هاو يو كان الكت ذا ريفلكس، ازاي تقدر انك تشوف الريفلكس ده. اول حاجه يا دكتور هتتكلم عنها هتعمل ايه؟ يلا سيبك من الكلام المكتوب ده وتعالى اقول لك الكلام اللي احنا حافظينه بالظبط. هتقول رقم واحد يا دكتور انا عايز المصل تكون انكفر المصل، يعني هتعري المصل يا حبيب قلبي الغالي المحترم. بعد كده البوزيشن، البوزيشن بتاع مين؟ يبقى عندك شرطين، انكفر، بعد كده البوزيشن بتاع الترايسبس. هتخلي يا دكتور فليكسد فور ارم في زاويه 90 وسبورت الارم يا دكتور يا محترم، وبعد كده اضرب دايركتلي على الترايسبس تندون اللي موجود ورا، خلاص، تضرب بالهامر على الترايسبس. ده هيؤدي الى ريفلكس كونتراكشن اوف المسل، وبالتبعيه يا حبيب قلبي الغالي المحترم هذا الريفلكس كونتراكشن هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان ايد العينه هتتنتر منك زي ما حضرتك شفت في الفيديو اللي وريته لك وزي ما حضرتك وضحتها قدامك بالصور وكل الحبشتكنات اللي ممكن تحتاجها. طيب السنتر اوف ذيس ريفلكس، السنتر يا دكتور المحترم بتاع مين؟ بتاع الترايسبس جيرك ريفلكس. شوف بقى قلت لك السنترز مهم جدا تحفظه. الترايسبس جيرك ريفلكس ده على فكره ده كان اخر واحد شرحناه، فكان ده كان سيرفايكل. سيرفايكل كام بقى؟ 6 و7. كان سيرفايكل كام؟ سي 6 وسي 7. طيب ال how re reinforce او بوتنشيت الايه يعني ازاي انت تقدر تعمل بوتنشيشن للريفلكسات دي او reinforce للريفلكس ده. قلنا يا دكتور ده كان والله عالم اسمه جندريسك، الجندريكس فينومينا، وقلناها بالتفصيل لك تحفظ الاسم ده زي اسمك. جندريكس فينومينا ده يا دكتور قال لك تعمل ايه بقى؟ قال لك ان احنا لو انت عايز تعمل اللور ليمب، لو انت عايز تعمل ايه؟ لو انت عايز تعمل اللور ليمب هتخليه يعمل ايه يا دكتور يا محترم؟ انترلوكينج الفينج،
خلاص. طب حلو، ينفع تكتبها هنا؟ ما ينفعش. ليه؟ لان انا بعمل يا حبيب قلبي الغالي المحترم ترايسبس جيرك ريفلكس، يعني انا بعمل في الابر ليمب، فما تبقاش محنك غبي. يبقى انت بتعمل في الابر ليمب، يبقى تقول لي ازاي ممكن اعمل بوتنشيات عن طريق الجينز ريسك ريفلكس او فينومينا، اسف، ازاي تقدر انك تبونشيات الريفلكس ده؟ قلنا عن طريق الكلينشنج اوف التيث، يعني انت بتجز على اسنانك، او clenching او clinking التيث باي انكريز ايه، وده يؤدي الى انكريز الجاما موتور نيرون، بيخلي حيب قلب الغالي المخ يبعت اشارات اكتر للجاما، والجاما الستارت بتاعها يزيد اكتر واكتر زي ما قلت من شويه، فيزود لك الريسبونس، الا وهو مين؟ الا وهو الكونتراكشن، فيكون واضح قدامك. خلاص. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده، ادي يا عم بشرح لك اهو، خلي بالك من حاجه، ده ريفلكس من الريفلكسات، ده ماسك الانكل اهو، ده الانكل ريفلكس. خلاص، يبقى نيم ذا تيست الانكل جيرك ريفلكس، ادي اول سؤال. الريسبونس بتاعه كونتراكشن اوف المسل، المسل اللي موجوده ورا هنا، مش لازم تسميها. طب السنتر بتاع بقى ايه؟ السنتر بتاع الانكل ريفلكس، قلنا يا دكتور الانكل ريفلكس ده اخر واحد تحت، فاهمني؟ فياخد من ساكرال اس كام؟ اس 1 واس 2 زي ما حفظتهم لك اثناء الشرح. طيب ازاي ممكن يحصل اكساجيريتد لهذا الايه؟ ازاي ممكن يحصل دكتور اكساجريتد، يعني مضاعفه لهذا الريفلكس؟ قلنا بيحصل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا في الحالات الاتيه، قلنا دكتور في الابر موتور نيرو ليجن، في الانكزايتي، في الهايبر ثيروديزم. هو عاد طالب عندك اثنين اهو، ابر موتور نيرو ليجن ماشي، انكزايتي ماشي، هايبر ثيروديزم ماشي، والكلام ده قلته بالتفصيل. قلنا عندي ثلاث حالات، ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا، قلتهم لك في جدول ووضحتهم بالتفصيل اثناء الشرح. طيب الريفلكسات دي يا دكتور اتنويتد ان، يعني بتقل امتى؟ يعني بيحصل هايبر ريفلكسيا امتى؟ اثناء السليب والهايبوثايروديزم، يعني عكس الاثنين اللي فوق. طيب يا دكتور يا محترم، لو حصل اكساجيريشن لهذا الريفلكس ممكن تحصل ايضا على ايه؟ قلتها بالتفصيل ووريتك ليها فيديو ووريتك ليها صور. قلنا يا دكتور كولونس او لينثنينج رياكشن، كولونس اللي هو رجل بطن رجل العيان بتفضل ان هي تتحرك كده حركات ذبذبيه، واللينثنج رياكشن هو بتفرد ايد العيان في الاول صعبه وبعد كده بتفتح معاك بسهوله، زي ايه؟ زي الايه؟ زي قرن الغزال او المطوه بتاعت قرن الغزال. طيب السؤال اللي بعد كده، البيزس اوف ذيس ريفلكس، اي جيرك ريفلكس البيزس بتاعه او البرنسبل بتاعه هو الدايناميك ستريتش ريفلكس زي ما قلنا اثناء الشرح. ازاي ممكن تبوتنشيات تقوي هذا الريفلكس يا دكتور المحترم؟ هتقول لي والله يا دكتور عن طريق جندراسيك فينومينا او جندراسيك مانوفرز، بس هنا انا افضل انك تزود له بقى ان انت هنا بتتعامل مع اللور ليمب، صح؟ وبالتبعيه تقدر تقول له كمان عن طريق ان احنا نعمل انتر لوكينج للفينجرز بتاعت مين؟ بتاعت اللور ليمب. خلاص؟ طيب كلام جميل جدا. السؤال اللي بعد كده concerning الني جيرك ريفلكس، بتكلم عن الني جيرك ريفلكس بتاع الركبه، عايز ايه؟ ديسكرايب هاو تو بيرفورم تيست، ممكن تعمله ازاي يا دكتور؟ هتقول لي والله اول حاجه انكفر المصل اللي هي الكوادريسبس، بعد كده يا دكتور يا محترم بنتكلم عن البوزيشن. انا بقول لك على حسب الشرح اللي انا شرحته بقى، البوزيشن يا دكتور بنعمل ايه في الني ريفلكس؟ البوزيشن اول حاجه بخلي فليكشن اوف الني بزاويه 90، العين قاعد قدامك اهو، وكذلك يا دكتور انت تحدد التندون اللي هو بلو البلاتيلا وتقوم ضارب على ايه؟ على التندون ده، وتخلي عينك على مين؟ اوبزرف مين؟ قلت لك تخلي عينك على رجل العين بتتحرك، لا اوبزرف الكونتراكشن اوف الكوادريسبس مصر، لان انت هنا بتلاحظ الكونتراكشن بتاع المصل وليس حركه الرجل، فاهم قصدي؟ ده الصح يعني. تمام، كلام جميل جدا. السنتر بتاع الريفلكس ده بتاع الني جيرك ريفلكس اللي هو لمبر 3 ولمبر 4. خلاص، وات از ذا رينفورسمنت، يعني بوتنشيشن اند هاو ات ورك. طبعا يا دكتور جند ريسك مانوفرز، وطبعا ده ني، يعني بص هو هنا حالف دي غلط، دي انا مش عايز اكتب دي، ما تكتبش كلينكينج التيس لان دي تبع الابر ليمب، لكن انا هنا ني جيرك ريفلكس ده تبع اللور ليمب، فتكتب انتر لوكينج اوف الفينجر يا دكتور، لان ده بيحفز الكورتكس هي تبعت اشارات اكتر للجاما، وبالتبعي بياكتيفيت او بيزود الجاما ديستشارج يا حبيب قلبي الغالي، فيزود الريسبونس بتاع الريفلكس. خلاص ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك state 2 condition combined with inhibition of this reflex. الريفلكس ده ممكن يقل امتى؟ يعني امتى ممكن يحصل هايبر ريفلكسيا او هايبوثيميا؟ هتقول لي والله يا دكتور السليب او lower motor neural lesion، ماشي، ميكسيديما او السليب، خليها السليب احسن. خلاص،
مش نمشي زي ما احنا ايه كاتبين في المذكره، ميكسيديما او السليب. طيب بعد كده بيقول لك ان ذا بلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس ادي بطن رجل العيان اهو، انت بتمشي عليها من بره كده ناحيه اللاترال، بعد كده تدخل جوه ميديالي علشان تشوف ايه اللي يحصل. اول حاجه بيقول لك هاو تو ديسكرايب هاو ذيس ريفلكس از دون، ازاي انت بتقدر تعمل الريفلكس ده. هنعمل سكراتش للسكن اوف الفوت عن طريق مفتاح. ازاي بقى؟ فروم بلو، من تحت يا دكتور عند الكعب لحد فين؟ لحد فوق عند التي عند التو ناحيه مين؟ عند السمول تو ناحيه مين؟ ناحيه اللاترال. بعد كده ندخل ميديالي ات ذا بيز اوف الفينجر الفينجرز لحد ما توصل لمين؟ ناحيه ميديالي ناحيه البيك تو. خلاص طيب ده الطريقه اللي بعمل بيها الريفلكس ده. طيب يا دكتور السنتر بتاع اللي هو بتاع البلانتر ريفلكس، السنتر بتاعه زي ما احنا قلنا هو ساكرال واحد وساكرال اثنين. طيب النورمال ريسبونس بلانتر فليكشن، الاصابع دي كلها تنضم لبعض ويحصل لها بلانتر فليكشن، والبيك تو كمان بيحصل له فليكشن. طيب الاب نورمال ده بوزيتيف بابينيسكي ساين يا دكتور، بيحصل دورسي فليكشن في البيك تو وفانينج اوف الاذر تو زي ما انت شفت في الصوره وشفت في الفيديو كمان. طيب الاب نورمال ريسبونس از كولد طبعا بابينيسكي ساين. تمام طيب بيحصل امتى يا دكتور يا محترم؟ والله قلنا يا دكتور بيحصل امتى ده هو يقصد بيها، ممكن تقسمها له احسن من كده، ممكن تقول له فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال في الانفانت او الاطفال بسبب الانمايليتد بيراميدال تراكت وبيحصل اثناء الديب سليب. طب باثولوجيكال في الابر موتور نيرو ليجن وفي الديب جنرال انستيزيا وفي الكوما او الغيبوبه. خلاص ماشي ادي السؤال اللي بعد كده في رسمه قدامك اهو، بيقول لك والله يا دكتور ادي برضو البلانتر ريفلكس. التست ده اسمه ايه؟ التست ده اسمه بلانتر ريفلكس، السنتر بتاعه ساكرال واحد واثنين. طيب بيقول لك ان ريكفري ستيج اوف ترانسكشن في السباينال كورد، يعني هو خلي بالك من حاجه بيقول لك ان ده عيان ريكفري ستيج، فاهمني؟ شوف بقى ده احنا قلنا بيكون في بوزيتيف ميسك ساين. خلاص الريفلكس از ريتيرند ريكفري، ولكن يا دكتور سم تايم ويز ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول لك الريفلكسز از ريتيرند، بترجع يا دكتور يا محترم، ولكن بترجع بصوره اب نورمال. فبابينيسكي ساين بتظهر يا دكتور يا محترم في العين اللي قدامك ده. خلاص بابينيسكي ساين ان بابينيسكي ساين از بريزنت ان انفانت بلو 1 يير. هو مين اللي حل الفايل ده يا جدعان؟ ماشي هو هنا ممكن السؤال ده نعتبره سؤال عام، بابينيسكي ساين بتظهر امتى؟ هتقول لي والله يا دكتور بتظهر لو انا احله حسب الحاجه اللي هو جايبها لي دي، هتقول لي يا دكتور نخليها باثولوجيكال في الابر موتور نيرو ليجن، لان العيان ده عيان ابر موتور نيرو ليجن اتقطع عنده السباينال كورد. خلاص ابر موتور نيرو ليجن ديب جنرال انستيزيا كوما ريكفري ستيج اوف السباينال كورد، عايز تزود له بقى حته الفسيولوجيكال زودها له. الريفلكس ده بولي سينابتيك يا دكتور ولا باي سينابتيك؟ لا ده بولي سينابتيك ريفلكس، احنا قلنا اصلا ان الريفلكسات اللي عندنا في المنهج يا دكتور كلها بولي سينابتيك ما عدا الاسترتش ريفلكس هو اللي مونو سينابتيك. خلاص ماشي بعد كده concerning البايسبس جيرك ريفلكس، نتكلم بقى عن مين؟ عن الجيرك ريفلكس بتاع البايسبس. هاو تو بيرفورم، اول حاجه انكفر المسل، بعد كده اتكلم عن البوزيشن. البوزيشن بتاع البايسبس بنعمله ازاي؟ بنخلي يا دكتور الارم فليكسد بزاويه 120 ونسبورت الارم زي ما وريتك في الصوره، وبعد ما بنسبورت الارم بنحط الصباع بتاعك يا دكتور صباعك الكبير على التندون بتاع البايسبس وتضرب بعد كده تابنج اوفر الفينجر بتاعك. تمام فده يؤدي الى ريسبونس، ريسبونس بيكون انقباض في البايسبس وبيخلي الفور ارم بتاعك يتشد لجوه شويه كده. خلاص تمام اوبزرف مين؟ خلي بالك من حاجه حلوه قوي، اوبزرف الكونتراكشن بتاع المصل، انت عينك على الكونتراكشن بتاع المصل. طب السنتر بتاع البايسبس جيرك ريفلكس اللي هو سيرفايكال 5 و6، وات از ذا رينفورسمنت؟ ازاي انت ممكن يا دكتور يا محترم تقوي او تعمل بوتنشيات لهذا الريفلكس او رينفورسمنت لهذا الريفلكس عن طريق جينيريسك عن طريق دكتور جندراسيك فينومينا او جندراسيك مانوفر. خلاص طب انت هنا تتكلم في بايسبس يبقى عن طريق الكلينكينج اوف التيس يا دكتور المحترم، ولو عن طريق اللور ليمب ما افضلش انك تكتبها، او لو تكتبها تكتب بين قوسين كده عن طريق اللور ليمب لو انا عايز اقوي اللور ليمب. لو انت خايف بقى وعايز تكتب الاثنين دايما يبقى انت بين قوسين كده توضح له دي بتاعت الاوبر ودي بتاعت الاوبر. ايه اللي بيحصل بقى؟ هاو ات ورك؟ ده شق تاني من السؤال. هتقول لي يا دكتور ان ده بيؤدي الى ان الكورتكس تبعت اشارات اكتر للجاما، يبقى انكريز الجاما ديستشارج وبالتبعيه انهانس او يقوي الاسترتش ريفلكس. طيب بعد كده في رسمه قدامك اهو بهت شويه معلش، بيقول لك ايه الريفلكس ده يا دكتور او التست ده اسمه ايه؟ ده بقى النيجيرك ريفلكس. طب بيخبط على ركبه العيان اهو بالشكل اللي قدامك ده. السنتر بتاع النيجيرك ريفلكس هو لمبر 3 ولمبر 4. طيب الريفلكس ده هيبقى قلب الغالي، هو اساسه مين؟ اساس الجيرك ريفلكس هو
الاستريتش ريفلكس، وبالتبعيه الاساس بتاعهم هو المونوساينابتيك ريفلكس، لان الاستريتش ريفلكس مونوساينابتيك. خلاص طيب، ده يا دكتور سوبرفيشال ولا ديب؟ لا يا دكتور المحترم، ده ديب ريفلكس، لان الريسبتور موجود جوه في التندون، الريسبتور موجود جوه المصل كمان، ام سوري تمام، الانترفيوزر المصل فايبر. طيب ذيس ريفلكس كان نوت اوبتيند، كان نوت بي اوبتيند، ات كان بي انفورسد، يعني ممكن تقويه ازاي؟ عن طريق برضو السؤال اللي اتكرر مليون مره، جندراسيك مينوفرز او جندراسيك فينومينا. اكساجيتد ريفلكس ممكن نحصل عليها امتى يا دكتور؟ يعني هايبر ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا وهايبرتونيا بنحصل عليها فين؟ في الابر موتور نيرو ليجن، في الهايبر ثايرويديزم، في الانكزايتي، زي ما وريتك اثناء الشرح في الجدول اللي عملناه من شويه. طيب كلام جميل. السؤال اللي بعد كده، ادي يا عمي رسمه قدامك اهو، الجيت اللي قدامك ده دكتور تمثل ايه؟ بص كده، لا العيان بيمشي والله، بص بيعمل نص دايره وهو ماشي اهو، رجله جايه من بره كده وبتلف لجوه، فده بنسميها سيركمدكشن جيت، زي ما انت شفت في الفيديو وريتك في الصوره. طيب بتكون موجوده امتى؟ قلت لك مع عيان الابر موتور نيرو ليجن، المصل بتاعت العيان ده في الناحيه اللي افكتد بتكون هايبرتونيك، بيكون عنده روجيديتي يا دكتور يا محترم، بسبب ايه؟ بيكون كاركترايزد باي زياده الجاما، الجاما موتور نيرون، وبالتبعيه يا دكتور يا محترم بيكون عنده، بص بقى معايا، ليه الجاما بيكون زياده؟ ليه الديستورشن بتاع الجاما بيكون زياده؟ لان في الابر موتور نيرون بيحصل فقد للسوبرفيشال انهبيشن على الجاما، وبالتبعيه بيستمر الفاسيليتاتوري لوحده، فالفاسيليتيشن يتغلب ويعمل ايه؟ يعمل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا. خلاص. طب البلانتر ريفلكس، لو عندك عيان ابر موتور نيرون ليجن، وبالتبعيه يكون عنده ايه؟ بوزيتيف بابينسكي ساين، دورسيفليكشن، وبيكون عنده فاننج في الاذر توث. خلاص، دورسيفليكشن بتاع البيك 2 وفاننج اوف الاذر توث. خلاص ماشي. ديسكرايب هاو تو اكزامين الماسكولار كوردينيشن ان اللور ليمب. يا دكتور يا محترم، انت عايز تختبر الماسكولار كوردينيشن فين؟ في اللور ليمب. خلي بالك من حاجه، احنا قلنا الكوردينيشن اوف الموفمنت ممكن ان يختبره في الابر وفي اللور. قلنا يا دكتور في الابر عندنا كام تيست؟ قلنا عندنا فينجر تو نوز وفينجر تو فينجر وديس دايدو كاينيزيا والارم بول، عندك اربعه في الابر، لكن هنا عايز اتكلم عن مين؟ عن اللور ليمب، وكان ليه تيست وحيد فقط اللي كان هيل ني جيرك، كنت الهيل ني تيست، ايم سوري الهيل ني تيست، كنت بقول للعيان هات ركبتك اليمين حطها على، هات كعب رجلك اليمين، ايم سوري هات كعب رجلك اليمين اهو، هات كعب رجلك اليمين حطه فين يا دكتور؟ حطه على الركبه بتاعت رجلك الشمال. يبقى خلي العين الاول يغمض عينيه، خلاص؟ بعد كده اسك البيشنت تو ليفت هيز ليج، او كعب رجله بقى احسن، الهيل اون ذا اوبزيت نيم، خلاص؟ وبعد كده اطلب منه يا دكتور يا الهيل اون ذا اوبزيت نيم، خلاص؟ بعد كده اطلب منه ان هو يعمل سلايدنج للهيل بتاعه او لكعب رجله along 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 التيبيا بتاعت الاوبزيت ليم، خلاص؟ طيب ده كده انت بتعمل ايه؟ انت كده يا دكتور يا محترم بتعمل التيست اللي هو تشوف المسل كوردينيشن بتاع اللور ليب. خلاص، لو قدر يعمله صح يبقى خلاص كده الكوردينيشن عنده سليم والسيربيلوم سليم، لو ما قدرش يعمله يبقى كده السيربيلوم في مشكله. ماشي، السؤال اللي بعد كده، ايه هي الرومبرج ساين وادي اهماليه؟ رومبرج ساين البيشنت كان نوت مينتين هيز اريكت بوزيشن، ما يقدرش يسطر. حلو يا دكتور، وايل اي كلوز، لما تكون عينه مقفوله، ده تعريف الرومبرج ساين. طب ايه الاهميه؟ نعرف من خلالها ان هو عنده دورسال كولامنيجن، يعني سنسوري اتاكسيا، زي مثلا مرض التيبس دورزاليس، لانه يا صديقي العزيز التيبس دورزاليس دوت بيضرب الايه؟ بيضرب الدورسال كولام، والدورسال كولام ده كان بيشيل احساس مهم جدا اسمه البروبريوسبشن، اللي بيخلي الواحد يحس باماكن رجله ويحس باماكن كل مكان في جسمه، يعني عنده احساس بالبوزيشن بكل عضله في جسمه موجوده فين. فالعيان دوت فقد هذا الاحساس، فقد البروبسيبشن الذي ياتي من العضلات وياتي من التندون وما الى ذلك. ولذلك الدكتور بيعتمد ان هو يسقط حلو على الفيجن او الرؤيه، فلما يغمض عينيه يفقد الحاجه الوحيده اللي بيقدر يسقط بها حلو، فبالتبعيه يقوم واقع من طوله وممكن يقع على الارض. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، describe how to describe a test to examine muscular coordination of mean of an upper limb. عندك كام تيست بقى؟ والله finger to nose تمام، او finger to finger، او يا دكتور يا محترم احنا ممكن نعمل ايه بقى؟ احنا ممكن نعمل this diadochinesia اللي هو repeated pronation and supination، او الارم بولينج تيست، اكتب زي ما انت عايز. طب ايه تاني يا دكتور؟ السؤال مكرر اهو، ايه هي رومبرج ساين؟ البيشنت كان not maintain his erect position، ولما تكون عينيه مقفوله، الكلينيكال امبورتنس نقدر شخص من خلال الدورسال كولمن ليجن، زي حالات السنسور ايه؟ زي حالات السنسور اتاكسي. خلاص. طيب
كلام جميل. السؤال اللي بعد كده، شايف الرسمه الجميله اللي قدامك دي؟ ده مين بقى؟ ده الدكتور واقف، والدكتور دوت ماسك ايد العيان وبقول له انا هشد وانت شد عليك، فاهمني؟ يعني العيان هشد ايده ناحيته والدكتور بيشد عكس الاتجاه، فبنسميه ارم بولينج تيست. ده بنعمله ليه؟ علشان نختبر يا دكتور السيريبيلار فانكشن بتاعت مين بقى؟ بتاعت الابر ليمب. طيب النورمال ريسبونس، النورمال ريسبونس ان العيان ده لما انت تخدعه وتسحب ايدك مره واحده ان هو يقدر يفرمل، يعني كان ستوب الماسل كونتراكشن ان ات انتندد بوينت وايده ما تخبطش في جسمه. طيب ابنورمال بقى كان تبريك الموفمنت، ما يقدرش يفرمل، ان السريبيلا مضروبه، بالتبعيه يحصل له حاجه اسمها ريباوند فينومينا، العيان بيرتد لورا وبيخبط نفسه جامد وممكن يترزع في الحيطه اللي موجوده ورا، بنسميها ايه؟ ريباوند فينومينا، شرحناها بالتفصيل من شويه. طب ايه الكوز يا دكتور؟ الكوز او السبب زي ما انا قلت من شويه، ابسنس اوف البريكنج، يعني دكتور العيان دوت فقد الفرامل وكذلك فقد التايمنج اللي هو تنسيق الحركه، السريبيلا ما عنده مضروب، ده يدل ان هو عنده مرض اسمه نيو سريبيلر سندروم. البيشنت دوت يا دكتور از ايبل to fix his eyes؟ لا، يعني ده ما يقدرش يثبت عينه على نقطة محددة لو انت ناديت عليه من الجنب، لانه يعاني يا دكتور يا محترم من تريمورز في العين، مش عارف يفرمل عينه في الوقت المناسب، عينه دايما رايحه جايه فيما يعرف بنيستاجماس. خلاص طيب السؤال اللي بعد كده، ادي تيست اهو، التيست ده اسمه ايه؟ هيل توني تيست. ده بيختبر بمين بقى؟ قلته من شويه، الكوردينيشن اوف الموفمنت بتاعت اللور ليمب. خلاص الابنورمال ريسبونس، ركز على الابنورمال، الابنورمال ريسبونس بيكون موجود امتى؟ ان ايه؟ في النيو سيريبيلر سندروم. طيب الكوز بقى، لان هو يا دكتور النيو سيريبيلر سندروم السيريبيلا مضروب، ما فيش كوردينيشن اوف الموفمنت، يعني في ابسنس في التايم والسكالينج والبلاننج، كل عمليه التنسيق مضروبه. طيب does this patient يا دكتور have tremors؟ ايوه عنده tremors، ولكن يا دكتور يا محترم البيشنت اللي قدامك ده عيان ايه؟ عنده tremors صح؟ طيب عنده tremors امتى؟ كاينيتيك تريمورز، يعني تريمورز مع الحركه. لان انا كنت بقول لك يا دكتور يا محترم ان العيان اللي قدامك ده موتور اتاكسي، العيان ده عيان ايه؟ عيان موتور اتاكسيا، لان السيريبيلم عنده هو اللي مضروب صح؟ طب في حاله الموتور اتاكسيا العيان وهو ما بيحركش ايده مفيش حاجه، اتريست مفيش رعشه. طب اول ما يجي يحرك ايده عشان يمسك كاسه الميه مثلا عشان يشرب، لا هو ايده بتوفر شوت فيحاول يرجعها تاني مش قادر فاوفر شوت وهكذا، فايده تفضل ترعش. اذا يا دكتور عنده تريمورز مع الحركه، بيسموها كاينيتيك تريمورز، يعني بتكون ابسنت غير موجوده اثناء مين؟ اثناء الريست، ولكن مع الحركه تظهر التريمورز. تمام طيب ادي الرسمه اللي بعد كده، بيقول لك ده مين بقى؟ ده يا دكتور لدرانكينج جيت. ده مين يلا؟ ده لدرانكينج جيت. خلاص شكله قدامك ده درانكينج جيت، بيكون موجود امتى درانكينج جيت؟ خد بالك كده معايا، بص بيتطوح يتطوح يمين يتطوح شمال، ده بيكون موجود في النيو سيريبيلر، في النيو سيريبيلر ايه؟ في النيو سيريبيلر ليجن. خلاص طيب بعد كده بيقول لك وات از مينت باي ا ديادوكاينيزيا او ديس ديادوكاينيزيا. يا دكتور الديس ديادوكاينيزيا اللي بتكون موجوده في العيان ده معناها ايه اصلا؟ قول ان ابيليتي تو بيرفورم، يعني عدم المقدره ان هو يؤدي رابيدلي الترنيتنج اوبوزيت موفمنت زي البرونيشن اند سوباينيشن. خلاص قلتها من شويه وكتبتها. طيب ماشي، الحركه اللي قدامك دي اسمها ايه؟ بص العيان يلا، بص كده، بص بص بص، ده بيلف رجله زي نص دايره اهو، فدي يا دكتور الحركه اللي قدامك دي سيركمدكشن جيت. خلاص ماشي، ده مين؟ سيركمدكشن جيت. اوكي طيب العيان ده بقى، العيان ده الصوره مش واضحه قوي بس هو على ما يبدو بص رافع رجله وبيرزعها في الارض، فنقدر نقول عليه اللي هو الهاي ستيبج جيت. ده فين؟ الهاي ستيبج جيت. العيان بتاع الهاي ستيبج جيت دوت، هل ليه تيست اخر؟ السؤال ده موجود هنا، هل ليه تيست اخر ممكن انه احنا نختبر بيه العيان ده؟ اللي هو الرومبيرج ساين، ان الهاي ستيبج جيت دوت عنده سنسوري اتاكسي، اتضرب عنده يا دكتور يا محترم الدورسال كولون، وبالتبعيه البوست فريمبرج ساين بخليه يغمض عينيه فبتلاقيه وقع من طوله، لان هو بيعتمد في صلب حيله او الاريكتيف بوزيشن على الفيجن او الرؤيه اللي انت منعته منها، لانه يفقد الاحساس، فقد الاحساس بالبوزيشن بتاعه بسبب ضرب الدورسال كولون. طيب المشي دي برضو بص رجل العيان مرفوعه اهو، فباين ان هو برضو بيعمل ايه؟ بيرزع في الارض، فدي برضو هاي ستيبج جيت. طيب الهاي ستيبج جيت دي بتكون موجوده فين؟ في السنسوري اتاكسيا بسبب ليجن في الدورسال كولوم. تمام، وبالتبعيه دكتور يا محترم بيكون فقد مين؟ لوس اوف او لوس او ابسنس اوف البروبريوسبشن، فقد الاحساس بالمكان، فقد الاحساس بمكان كل عضله في جسمه فين. طيب ده يا دكتور واضح اهوت، والله ما واضح على حاجه.
الرسمه اللي قدامك دي يا دكتوره محترم، والله في رسومات او في صور احسن من كده بكتير، يعني واضح ان ايده تلاقيها ايه، بص واضح ان ايده جايه كده ووسطه جايه الناحيه التانيه، فكانه يتمايل. فدي يا دكتور هنسميها الوودلينج جيت في اللور موتور نيرون ليجن بسبب الايه؟ بسبب الهايبوتونيا. خلاص ده كده دكتور الاسئله اللي موجوده على الجزء اللي شرحناه النهارده. استنى لما اطلع لكم في الكاميرا. ده كده الجزء اللي شرحناه، ده كده الاسئله اللي موجوده على الجزء اللي شرحناه في الحصه بتاعت النهارده. الحصه دي من اكثر الحصص اللي خدت مني وقت والله، عشان بس الفيديو والصور والكلام ده. شكرا جزيلا لوقتكم يا شباب، اتمنى من المولى عز وجل يكون الوقت اللي قضيتوه معايا دلوقتي مفيد ليكم، ولو ما كنتش استفدت بعتذر لك لوقتك. شكرا جزيلا لكم جميعا، القاكم قريبا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.